يا لطيف منين جاي الصوت؟ الله يستر. يا رب دخيلك تتلطف فينا. يلا أمي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي شوفي يا أبو شو صاير؟ شو هات؟ يلا تتلطف يا رب. دفع على أوس شكو مسكية يقع نصك العنوان يقول ما بعرف شباب طاحون؟ لك يخرب بيته قول درس من الحوتاب اختفى العمى. يعني منو هاد برأيك؟ مين بده يكون يلعم يقوس على المضافي وخص نص مصوب رصاصة على معتز؟ شو رأى عنده؟ مين قالكم كان عم يقوس على معتز؟ ليش ما تقولوا كان قصد واحد تاني؟ ما معقول يكون قصد يفرمني بليلة عسي؟ ليش؟ يا جماعة هذا اللي قوس على أخي معتز ولو ما اجت بالحديد كانت صابته. يا جماعة لا تشغلوا بالكم، أنا رح باشر التحيات، بدك تشوفوا لهذا المشرق اللي اجى بده يعكر الجو علينا بعد مرة. لا أنا رح أعرفه وامشوا. إي والله لو كان تحت سابع أرض ما حدا قتاله غيري. رواب العز رواب رضاي عليك، خليها بجودتي ورشينا مرجلته، بس إذا ما طلع معك شيء إحنا قدها. وحياة خلاوتكم اللي جيبه وين ما كان يكون، وحياة هدول لا تقولوا رخصت. لو كان بحضن امه راح جيبه. انتو وش الموضوع؟ لك شلون بدنا ننسى شلون ها؟ وقصو كان على المقتل. خلينا نفض سيره يا جماعه ونرجع على المضافه نكمل كتب الكتاب. اسمعوا كل شباب الحاره بتضل هون وعيونكم 10 10 غلط. انتو شو؟ عيونكم 10 10 ها؟ انا صديق ما بدي افرط بكم بنوم. ابن عمي معتز ما صار له شيء، نحن اجينا حتى نخبركم عشان ما تسمعوا من الغريب. والله العظيم جميلة عم تحكي الصدق، هلا أم عادل خبرتنا واجينا لحتى نطمنك مشان ما يروح بالك لبعيد. ومين هذا اللي قوص على ابني مين؟ لسه ما نعرف يامو، خيرية؟ عم بقول لك معتز ما في شيء، امشي معي امشي. لك مين بده يقوص على معتز مين؟ والله لا أكله بسناني والله يا أم بشر. الله لا يوفقه مين من كان يكون. بس والله والله يا أم عصام الشباب ركضوا وراه مثل سباع وإلا ما يلقطوا ويجيبوه. بدون يجيبوه لو كان تحت سابع أرض بدون يجيبوه. والله على ما أقول شهيد وهو خير الشاهدين. والله على ما أقول شهيد وهو خير الشاهدين. ومن جعل الحمد خاتمة النعمة جعله الله فاتحة المزيد. سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بالرفاء والبنين يا مأمون بيك. يا أهلين سهلين يا أبو جودة شرفت. مبروك مأمون بيك. أهلين سهلين يا أبو بشير عبال عنكون. إن شاء الله مبارك. أهلين سهلين يا أبو حاتم الله يخلينا ياك. عبال بكار يا مأمون بيك. يا أهلين أهلين أبو النار أهلين بكم جميعا. يلا يا رجال خير وصل عريس على البيت. الله 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 يقدم عليك خير. تفضلوا يا كريم يا إن شاء الله ألف مبروك يا فريال خانم. هاتي وفيره تمشي. إن شاء الله ألف مبروك يا أم توفيق. والله فرحت لك من كل قلبي. الله يبارك بعمرك. لك آخ منك آخ يا فريال خانم، لو كنت قبلتي كنا عملنا لك عرس مطنطن ولا بنت 14 سنة. إيه بكرة بالمباركة نعمل لها أحلى حفلة. إيه والله. يلا يلا يا بنات غطوا على وشكم بدنا نطلع نوصلها. يلا 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 امشي توفيق. يلا امشي يا شهري امشي. الله معك. إن شاء الله الله بيبعت له 200 حمى اللي قوص عليك. تقبرني متأكد إنه ما فيك شي؟ مانك حاسس بشي؟ ولك ما بني شي ما بني شي، شحني قدامك بشحمي ولحمي. إيه الحمد لله. وين أمي؟ أمك بأوضة عم تستناك. إن شاء الله بتقبر قلبي. تفضلي بنت عمي تفضلي. شو بدي اقول لك؟ عليم الله نورت البيت يا ست الكل. اسمحي لي. يا ارض احفظي ما عليكي. صعيل بيت كبير وبيخوف كتير وبيرعب بالليل
بس هلا الواحد صار بيحس انه في واحد تاني معه بالبيت بيونس وحدته، مو هيك يا بنت عمي؟ فريالة قلبي عليم الله عليم الله، ما بدل فرحتي بالدنيا. انا محظوظ، الله رضيان علي من يوم ما خلقت لهلا. رجعت على البلد وتجوزت بنت عمي اللي من لحمي ودمي. شو بدي اقول لك، هلا انت غيري اوعيكي، وانا بروح على المطبخ بعمر الارجيله، وبس انت غيرتي اوعيكي وخلصتي بتروحي على المطبخ وبتعملي لي كاسه شاي، وبنقعد برا. ايه عنا برا برض الديار قاعده، بتمزع العقل وبتشفي العليل. يلا بس ارجي له كاسه شاي. يا لطيف، لو زبطت معك يا أبطحون وقدرت تقوص مع تهز بكتب كتاب مأمون بيك، كنا خلصنا وارتحنا. بس كمان منيح يلي زمط من بين الناس وما حدا قدر يتعرف عليك. ولي بس هيك ما بصير يا أبو جوداد، ما بصير تخلي واحد قتال قتل ومجرم مثل أبطحون يكمشك من الإيد اللي بتوجعك. هذا واحد مجرم، وبجوز يروح يخبر معتزة وعصام اني كلفته بقتله. ولي رح ينخرب بيتك يا ابو جودات، رح ينخرب بيتك. وعلى ايدين مين؟ على ايدين هذا الضلالي الطاحون. لا لا نوري، يا نوري مور سيدي، تاخذ دورية وبتروح على بيت ابطاحون تشحط لي له فورا. مين ابطاحون سيدي؟ ما عرفته. ولك بني ادم ابطاحون مهرب وتاجر سلاح شباب. ها ايه تاجر سلاح عرفته. ايه لساته عايش لهلا سيدي؟ ايه عايش، بس بنيته رح تكون على ايدي ان شاء الله. ايه بزر عمله شي عمله فاينه؟ ما له عامل شي، بس بدي اخذ اقواله بكام شغله شاكك فيها. طيب سيدي. شباب مثل ما قصيت اتحرك خلص بي. قربت والله قربت. والله داخل على عرضك يا ابو محمود، بس تفهمني شو يعني قربت. على عيني وراسي، صب لي كاسه شاي. تكرم عينك، واحلى كاسه شاي تخدم شوق عندك. هيك هيك ولا سيدي؟ رحت انا والعناصر لبيت ابو طاحون، دقينا الباب ما حدا رد علينا، داهمنا البيت ما لقينا حدا. ابن سألنا واحد من الجيران من اللي حسوا علينا، قام قلنا انه ابو طاحون باع البيت اليوم الظهر. لا ما باع البيت، لك وين راح؟ الله اعلم سيدي. بتحب نرفع فيه بطاقه بحث سيدي؟ لا لا روح على شغلك. يلا روح روح. حاضر سيدي روح. ما في شي ما في شي، نامي انا واصل مشوار. يا شو ما في شي، وين رايح هلا؟ لك عم اقول لك نامي. ابو جودات. ايه ابو جودات هو الوحيد اللي له دار معنا، واكيد ما نسي انه انا وياك وصلنا عليه ولا صفي قلبه منا احنا. وانا شاكك فيه لك اخي. ايه عليم الله شاكك فيه، بس ما بدنا نتسرع، المهم ندير بالنا منه. انا خايف اللي صار الليله ينعاد، ساعتها بتكون وقت المصيبة. لك المشكلة ما عنا دليل على أبو جودات، واللي قوص علي غدر يهرب، بس بسيطة إلا ما أعكره. هيك لك أنا يا أبو محمود. مثل ما عمل لك تمام، مأمون بن كامل أخو الزعيم أبو صالح مات من زمان، لك ما حدا عم يصدقني بالحارة. لك لا تهز بدنك، مصدقينك مصدقينك. قوم قوم شي معي لحتى وصلك على البيت مشان تنام. يلا قوم روح نام انت ليك. طيب بصب لك كاسة شاي تاني. عندك مليسة؟ كركديه بيمشي حالها. الله يثبت علينا العقل والدين. أهلين أبو محمود.
هي الشغلة ما بين سكت عمنا منوب منوب. شو عاد فريال خانو؟ باين انه لازم تقطعي راس القط من اول ليلة. من عمي. مأمون؟ الله يا لطيف يا ابن عمي، امبارح شو انشغل بالي؟ الله لا يشغل لك بال. جهزت الفأس للتسقية بزيت والبدوة للتسقية بسمنة؟ جهزناهم ابن عمي كلياتهم، وعملت لك هيك زبديتين تسقية، واحدة ببدوة واحدة بزيت، رح تاكل أصابيعك وراهم. يا عيني. يلا يا بنات يلا زقوا هالأكل أمي يلا، لأنه أبوكم جاع. صباح النور. صباح النور يا ياسمين. صباح الورد يا غريب. الله حنا عليكم يا رب. طيب يا تعنيك. اسلموا ايديك يا رب. هاتي امي هاتي. ايه شو هالدكتور؟ صباح الخير يا كام. اهلين. اليوم رح تاكل من ايدي اطيب تسقيه. الله لا يحرمنا من هالديار. بسم الله. يلا هاتي الخبز. شو تاكلي يا بي؟ بدوه بسمني على راسي. على راسي يا يابي. اسكب لك انا على راسي. انا بسكب الدور. شو اسكب لك يا بي؟ تعي تعي هاتي. الله يا بس تفهمت يا على عيني. يلا عيني. يا تسقية بتشفي القلب. كلي يا بي كلي. يا بي شو صاير بالحارة؟ في ايد عم مطلوس بالحارة. ان شاء الله بس اعرفها منيح. بدي قصة من باطة. صباحية مبارك يا بنت عمي. مبارك علي وعليك ابن عمي. ايشو هالدمعة؟ يسلموا ايديكي. اطيب قهوة بدوقها بحياتي في ريالو. وايديك تشكل قاسي. صحة وهنا. صحي شو بدي قليك؟ ان شاء الله نمتي مرتاحة بالليل. يعني لولا ما شخيرك كان عالي شوي. شو هالحكي؟ هلا انا كنت عم بشخر بنومي. اي والله وليش الكذب؟ يعني شخيرك كان واصل للأبابيه. مو معقول. مو معقول شو حكياتك زراف يا بنت عمي. لا ومالي خبر. شو بدي اقول لك تاج راسي؟ قولي. يعني انت عدم المؤاخذه، ليش قبل هلا ما تجوزت؟ يعني بتعرفي يا بنت عمي، السفر والروحة والجاية ومشاغل الحياة، يعني كله بعدني عن اني كمل نص ديني. بعدين نصيبي ارجع لهون واتجوزك اليك. الك بنت عمي من لحمي ودمي وما بحن على العود الا شو. بس دير بالك ابن عمي ما يقوم العود يبس. شو وينه معتز؟ راح؟ لا مرت عمي، معتز قاعد بقوطه وقافل على حاله الباب، حتى السفره ما رضي يكسر. قولي على قامتي، ليش قليل اللي صار مبارح؟ لا والله يا مرت عمي ما انا سهله،
الله وكيلك طول الليل هو عم يهدس بنوم وانا عيني ما نامت ولا تك وانا عم فكر بهالقصة. ايه الله لا يوفقه اللي عمل هيك عمي. لك شو بده منه؟ بدي افهم. بتعرفي مرت عمي؟ والله انا صرت خاف عليه لما يطلع ويفوت. اوعك يا مخيرية ها، اوعك. الرجال اكره شي عليه، تسأله مرته وين رايح ومنين جاي. صور أعلك منيح لأبو عز، احصروا. هلأ إش كان أبو جودة له أصبع بالقصة؟ معناها بيعرفوا منيح. ليكون نوري، نوري ما بيسترجي يعملها. لك لكم مين مين؟ بسيطة يا أبو جودة الكلب، بسيطة. شو علي؟ أنا وراك والزمن طويل، والله لأسلق جلدك وأعمل منه دربكات. والله الإسلاح، الإسلاح. أنا يوم الجمعة بفتح ساعتين قبل صلاة الظهر مشان اللي بده يحلي وينعم ويتعطر قبل الصلاة. وأنا مشان هيك اجيت نعم يا أبو شوكات، لأني ناوي اليوم صلي الظهر بيناتكم. لك أهلين فارس. يا هلا بصلاة محمد. ما اشتقت لأهليتك باللاذقية؟ اي والله يا أبو شوكات اشتقت لهم كتير، وأكثر شي اشتقت لأمي. يا إلهي شو اشتقت لها. بس شو الواحد بده يحكي؟ الله ليوفقه اللي كان بسبب نقلتي لهون. بس إلا بالعكس الله يوفقه، لأني عرفني عليكم يا أبو شوكات، والله والنعم منك ومن أهالي حارة الضبع كلها. انتوا ناس اصليين وطيبين وبتنحطوا على العين والراس والله. والنعم منك يا فارس. شو وين شردت ابو شوكة؟ لا تواخذني، شردت باللي صار امبارح. قصدك على الملتم اللي قوس على عقيد معتز؟ ايه على هذا الملتم. لك شلون دخل على الحارة هذا فارس؟ والله ما بعرف يا ابو شوكة، بس انا متاكد من انه من الباب من هون ما دخل حدين، لاني كنت طول الليل سهران وما غفت لي عين. هذا اكثر احتمال بانه رايح على حاره المسكين، ومن هنيك قالب لعنا على حاره الضبع. بسيطه بسيطه، الا ما يجي له يوم. نعيم انا فارس. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك. شو عم تساوي؟ عليم الله ما باخذ منك فرنك. اي والله كل مره ما بصير ما تاخذ هيك بتحرج ليك. اي معلش يا فارس، معلش مسيك. هي من العطر الجديد. اي والله يسلموا هالايدين. فارس معلش قعد لك شي خمس دقائق هون بالدكان، واصل مشوار وراجع. لك تكرم عينك، بقعد خمس ساعات ما خمس دقائق بس. الله معك. سلام عليكم. يا سلام على هالريحة، ابي حظي ما حط منا لحتى ان فارس يطير على. تسلم لي على هالشبوبية يا ابو فارس. والله يا عمي ابو حاتم، الحارة ما لازم تتم بلا سلاح، خاصة اللي صار امبارح لازم ينحسب له 100 حساب. ايوه يعني فكرك ننقل السلاح من حارة المسكي عنا على الحارة؟ ايه ايه. شو علي؟ لكان تولى القصة انت. يا وين راح؟ والله ما بعرف يا مو. لك شو في؟ ليش عم تسأل عنه؟ لك لا يا مو ما في شي، بس كنت عاوزه بموضوع مهم. لك لا يعني هو مو مهم كتير. مرتخي ما قال لك لوين راح؟ لا والله سلفي ما قال لي، فاق يا دوب وقال صباح الخير وحمل حاله ومشي. طيب كيف كان باين عليكم قبل ما يطلع من البيت؟ مجعوز شي؟ اي والله يا سلفي كان مجعوز كتير كتير، ذبحه ما بتنزل منه نقطة الدم. لك شوفي لك ابني، والله خريطت لي مصاريني. ما في شي يا مو، ما في شي، بس كان موصيني على رطين. يلا خاطركم لك عسام، تعال هون نحكي لي. والله انا قلبي قامتني كتير على ابن عمي. تعي تقبريني، تعي ان شاء الله خير، تعي امشي. لك انت شو عم تحكي يا ابو شوكات؟ متأكد من هذا الحكي؟ ان الله ما كسبني، كل شي شاكك فيه من ناح أبو جودة مظبوط، لأنه مثل ما سبق وقلت لك أنا وأخي معتز بزماناتنا مقوصين عليه. أيوة يعني هذا أبو جودة واحد داهي مو سهل منوب. أعوذ بالله، هذا حي من تحت تبن بيلعب على الهسي. سألني عنه
بس انا كل شيء اكل همه يا سيد مأمون. اخي معتز خايف يورط حاله بشي ورطه بعد ما بلشنا نشك انه ابو جودة هو ممكن يكون ورا الحكايه. لك يا عصام اللي عم تقوله لساته كله شك بشك، ما حدا متاكد منه، ولو كنت انت ومعتز متاكدين منه كنت بفرجيك شو بعمل بهذا الضراب السخن اللي اسمه ابو جودة. قسما بالله كنت بعمله عبره لكل اهل الشام. انا لازم لحق اخي معتز قبل ما يعمل له شي عملي. ايه مزبوط. اسمع لك خليك قاعد تكي وراجع لك. شو صار من القهوه فريالو؟ ضيف ملبس بين ما رجع لك. يسلموا ايديك على القهوه. انا رح اغير اوعيه النار. اهلين وسهلين صهري. ان شاء الله نهارك عربي بالف الصلاه وعلى النبي. إيه هيك ها؟ دايم الدوم ابقى طلطل علي. مشان الله ما تواخذيني مرت عمي. تفضل. عم حاجة أبو العز لك كان ضروري نقل السلاح ونعزين الأرض. والله اللي أصدر هلأ لك هذا الشوار. شو كان بدك ياهوني خرتقونا؟ ما شفت اللي صار مبارح؟ طاع حاضر طاع يلا الله حسري. مزيك مزيك هاي مزيك يا شباب مين الخبيو لك؟ الحمام الحمام القوام. خلاص اطمن ان شاء الله ما بصير غير كل خير. عم نعزبك معنا سيد مأمون. الله يخلي لي اياك. يلا بدك شيء؟ سلامة عمرك. السلام عليكم. مع السلامة مأمون بيك. شو هي مأمون بيك؟ اسمع لك من اليوم ورايح بتنادي لي عمي لاني انا بمكانة ابوها لحرمتك ماشي؟ والله على راسي عمي. يلا السلام. ايه صحيح اسمع لك اذا مر لعندك معتز هدي وروق شوي لبين ما ارجع. صار عمي صار. يلا سلام. مع السلامة على مهلك على مهلك. لك شو عم تساوي يا فارس؟ شو عم تساوي؟ ما في شيء ما في شيء بس جت لهي تعرف طيبة بس شوي مرة. أكلت من هاي؟ إيه شو بتعملها؟ الله يصلحك يا فارس وينك؟ ثلاث أيام بتضل قاعد بالبيت ما بتحرك منه. لا 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 شو بتساوي هاي؟ شو بتساوي؟ لك هاي 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 شو هاد شو هاد شو هالزبالة بالحارة؟ إيه يبليهن بحمى وداء الفش البلدية. ما كانوا يبعثوا لنا زبالة جديد لهالحارة. امسكي امسكي. إيه بعت لك حمى رقعة بدني ولي على عيونك. بسم الله حولي وحولي. شو بدك مني ولاد؟ بدي ياكي تروحي لعند فوزية قال عوزتك ضروري. شو بدها مني فوزية؟ قال مشان ترقية لوردة حكم كانت مريضة وضعفانة وسخنانة كثير. إيه مالي فاضية هلا راح لعند ام توفيق بس ارجع بمرق لعندكم. شو راح اسوي عند ام توفيق؟ شو دخلك فيني؟ كمان بتتدخل بشغلات النسوان؟ روح احسن ما لم عليك اهل الحارة ها يا عبي الشوم عليك. هلا بورجيك لفوزية هلا بورجيك. شو هلا مزكي؟ قولي علينا شو حكيتها؟ هبت فيني مثل البارود. الظهر خرفت. أنا وين كنت رايح؟ وين كنت رايح؟ الخبزات هلا بتستعوني فوزية. آخ يا مأمون بيك آخ آخ لو لقطوا لهذا المجرم. بس للأسف شلون هرب مني ومن عناصري ما بعرف. يعني نفهم من كلامك يا أبو جودات إنك ما عرفته. للأسف يا مأمون بيك ما قدرت تعرف علي. اسمع يا أبو جودات هلا أنت ما صار لك زمان بتعرفني. وإذا بدك تكون علاقتنا قوية يعني لازم نكون صريحين مع بعض. سبحان الله بتحتاج مساعدة عند حدا واسطة ولا تزكية مساعدة مني يعني لازم تصارحني في كل شيء وأعرف عنك كل شيء. صدقني ما عم بفهم عليك مأمون بيك. بعدين أنا ما كذبت عليك لا سمح الله. معناها مصر تلف وتدور وتغني موالك. بهيك حالة قد أعذر من أنذر. وخلينا نتفاهم عن معالي رئيس مكتب الأمن العام. بوس إيدك مأمون بيك فهمني شو الحكاية. هلا اللي بعرفه أنا إنه في تار قديم بينك وبين معتز وعصام خاصة بعد ما قوصوا عليك. واللي بعرفه أكثر الزلمة اللي بعته ليقوص معتز ويقتله إجا لعندي وحكى لي كل شيء.
قصدك ابو طاحو؟ شعك بتعرفه؟ اي نعم يا بيك بتعرفه، وانا بعته مشان يقتل معتز، لانه جنابك ما بتعرف معتز واخو عصام شو سووا فيني. اجوا على المغفر لهون وقوصوني مشان يقتلوني، بس رب العالمين ترقب في حالي وما متت. وشح الرصاصة لساها ببطني، وكل كام يوم بينزل جرح علي ما بيخليني نام يا بيك. معناتها انت قاعد ورا هالمكتب مو عامل رئيس مخفر ولا لتحمي الناس ويستتب الامن، عامل لي رئيس عصابة وبتقتل اللي بدك اياه وعلى كيفك. لا ومجند مجرمين للغاية. بوس ايدك يا بيك، بوس ايدك يا بيك. انا ما سويت اللي سويته الا من كتر ما قاسيت من معتز واخوه، بس اعتبرني غلطت، غلطت منك السماح. استر علي الله، يستر على حريماتك يا بيك. ماشي، هالمرة رح امرق لك اياها. كتر خيرك يا بيك، كتر خيرك. بس بتمنى عليك كمان انه ما حدا يضرب الشيء اللي صار، لانه ما بتعرفوا انت لهالحاره الطبع يا بيك، هدول ما بينسوا لو بعد 100 سنه. اطمن، انا رح انسى كل شيء بعرفه عنك، وراح نتساعد انا وياك ونلفلف الموضوع، بس بشرط انك تنسى معتز واخوه وتشيلهم من تفكيرك ونخاعك. استبينا يا ابو جودات؟ استبينا بيك، استبينا. اللي بدك يا رح يصير، رح اقيم معتز واخوه عصام من الخاعي وببوس ايدك وحطها على راسي منيح هيك يا نوري. مرسيدي الله يرضى عليك يا نوري، روح جيب لنا صدر كبير مدلوقة منشان نحلي اسنانه لمأمون بيك حبيبنا. صدر مدلوقة سيدي؟ لا 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 تعذب حالك، وما بدي شغلك عن شغلك، بعدين ما بدي اتأخر عن صلاة الجمعة. سامحي يسروا نجي جودات. ايه هو ماله يا بديه بكل اللي صار؟ يا عمي ابو كامل برجع بقول لك انه هذا الزلمه الا ما يكون له نكشه بالقصه، لانه بزمناته رحنا انا ومعتز لعنده عيال، كنا عيال. استغفر الله العظيم، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله. سلام ابو بشير. اهلين ابو حاتم. عارف لك ابو بشير؟ ايه. والله اللي صار امبارح بل شاغل لي بالي لنص الليل، وانا طول الليل ما غمضت العين وانا عم فكر. شرف ابو حاتم شرف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم اخي ابو خاطر، بكره بنجي على سوق الهاد بدور لك على شويه زعتر بري، وهذا منيح للروايه ان شاء الله. كتر خيرك يا مرزوق. شرف سيدي شرف. يلا قربت، والله قربت. ابو محمود. ايه شلونك عمي ابو محمود؟ الحمد لله. شريك الحبوس انت على راسي، ما لك معه على صلاه الجمعه؟ بلا. هي هات ايدك لك، هات ايدك. يلا يا رب. يا الله بسم الله.
هيك بدك تمشي؟ عمشيتك هي يا دوب لنحن بصلاة العصر. يلا ها شد شد شوي. أنت من هيك ما بيطلع بدي امشي. يلا. لك تروحي خنق على هالحكي، بدك تحكمي عن الرجال من أول ليلة؟ قال شو؟ قال بيشخو. ليش في رجال ما بيشخو؟ كنتي من الأول لا توافقي على جوازي؟ إيه شو بعرفني؟ نعامة على قلبي ورضي. قال بعد الكبرة جبة حمراء. لك يا حبيبتي يا فريال، انت وابن عمك بدكن وقت لتاخدوا على بعض. لا تنسي انه لك زمان عايشة بلا رجال، وهو اضرب عليه عزابي عايش بلا مرا. بقى بدك تطولي بالك شوي. مو بس هيك امزكي، في شغلة تانية. انا البيت هون ما نوع عاجبني، ماني قدران اعيش فيه، مو متعود عليه. يلعين، قال شو لك بالقصر؟ قال له من امبارح العصر. شبه هذا البيت واسع وشرح، والقعدة بارض الديار بتجلي السودا. بعدين لا تنسي انه هذا بيت عمك ابو صالح، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه. ما اختلفنا يا ام زكي، بس مثل ما انك شايفه البيت هون كبير كتير وفي اوض كتيره ما شاء الله، يعني انا خايفه اعيش فيه لحالي. وغير هيك قلت لك انا مالي متعوده على العيشه هون، ما بقدر اعيش ببيت تاني غير بيتي. حطي لسانك بتمك واسكتي، قيمي هالشغله من بالك وعودي حالك على العيشه، بعدين بيزعل ابن عمك. ها يا رب يا عالي يا واسع الرحمة والمغفرة، يا مستجيب الدعوات يا رب، بعت لي إشارة أو خبر من ابن عمي، أي شي يريحني يا رب، أي شي يطمن بالي يا رب يا رب. شكك هيك في عقيد؟ لأنه أبو جودة واحد كذاب وعوايني، واحد بواق، وأغلب الظن إنه هو اللي عملها. لا لا أبو جودة ما بيعملها، إيه بده سلته بلعني، بعدين هو قد رجال الحارة. لا يا سيدي بيعملها. عمي هاي الشغلة بتحط العقل بالكف، بدها حل وبدها صفنة كثير. ماشي، شرفونا على المضافة. إن شاء الله مرة ثانية. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مباركة. اسم الله عليك يا وردة، عين الله حولك وحواليك، حوطتك من عين أبو بدر ومن عين بدر ومن عين أم بدر. هندق وبندق عيني شافتك وما صليت على النبي الطق وتنبق. كتر خيرك يا عم زكي، فضلتي علينا. الله يزيد فضلك إلهي. وينك فوزية؟ نعم. خدي هدول حطيهم بشقفة خرقة وحطي لهم تحت مخدتها. ايه؟ 7 أيام واليوم الثامن بتحطيهم 7 طوالع. ايوه هلا فهمت عليكي، 6 أيام واليوم السابع بحطهم 6 طوالع. 7 أيام يعني 7 ليالي. ايوه 7 ليالي واليوم الثامن بحطهم 6 طوالع. وليه على قامتي؟ لك صلى زمانك يا ابو بدر. شو عم بتقولي مزكي؟ عم اقول طنجره ولعت غطاها شو فيها؟ ايه على قامتي نسيت الطنجره على النار. على عيونك شو بارده. الله لا يوفقك، لك شو اللي جابك لهون؟ احكي سيدي. في موضوع ضروري جيت خبرك فيه، ولولا طلع عمر نقلي من الكلاكون ولازم انتقل على مغفرته ما كنت جيت لعندك. شو هو الموضوع؟ عرفت لك مين اللي قوص هون بالحاره اللي كتب كتاب؟ مين هو؟ واحد اسمه الطاحون. وشو عرفك؟ كنت
طالع دوريه بحاره المسكي ولمحته هرب هنيك من الاسطيح. وانت بتعرف انه هذا طاحون؟ بعرفه منيح سيدي، هذا واحد نصاب حرامي قتل قتله، ببيع ابوه مشان الشورى. ماشي. هلا انت روح من هون ولا عاد تفرجيني وشك. السلام عليكم عمي فارس. اهلين وعليكم السلام، اهلين بالحكيم حمزه يعطيك العافيه. الله يكرمك. الظاهر كان عندك شيء مريض برات الحرم. لا والله كنت عم بيت اهلي، حكم بهالكم يوم بدي انتقل لعنده. اي حق حق، والنعم منك ومن اهلك، والله ابن حلال وحماتك بتحبك الشاي هلا خالصه، بشرب لك شي كاسه؟ اي والله الكاسة الشاي معك بتسوى الدنيا. لك على عيني وراسي والله. اهلين يا رب. اهلين بالحكيم والله. حكيم امرني. يعني بدي اقول لك هيك شغله بس والله العظيم خجلان منك. ليش عمي؟ اذا الشغله بالطب فبالطب ما في خجل، في شي عم يجعها؟ ما عم يجعني شي يا حكيم، الحمد لله جسمي مثل الحديد. بس ما بعرف يعني بدي اسالك شغله والله خايف اضحك علي. يا عمي قلي بقى خلصني، نطفت لي قلبي. يعني الصراحه حكيم كيف بدي افسر لك اياه هيك واقرب لك اياه؟ يعني الواحد مننا هيك بس يكبر بالعمر ما بيكون هيك مثل وقت كان شاب وقوي. يعني انت سيد العارفين لازم تفهم حكيم. عمي هذا شيء طبيعي، لأنه الشاب اللي عمره 20 سنة غير الزلم اللي عمره 50-60 سنة. يا عين عليك يا حكيم، لك هون حط الجمال بقى دخيل عينك ما فان هيك شي دواء تعطيني اياه يرجعني يعني شبك كأني عمري 20 سنة وقلع عين حرمتي. اطمن عمي أبو فارس، ما في شي إلا له دواء. بكرة الصبحيات بتروح عند عصام وبتقول له يحط لك من الخلطة اللي بيساويه على إيده. طيب وشو هي الخلطة حكيم؟ هي خلطة عبارة عن عسل وقرفة وزنجبيل وشوية مواد تانية. طيب يعني هالخلطة هي مجربة يعني قوية؟ كله بإذن المولى. شبنا أبو فارس؟ تسلم لي يا حكيم. شو عم تقولوا لها؟ بتعرف كل هالمعلومات وساكت عنها؟ قلي لشوف، اعترف من أنت بتعرف أنه أبو ساطور أخذ الجسم من بيتها بدراعه ودفنها؟ من بعد ما اخذها سيدي. وانت اخذها؟ قبل ما يدفنا. احكم لي حولك. شب انا روح سيدي خلاص، بقول لك من قبل ما يروح على بيروت. وانا ما جيت اقول لك وقتها، بتعرف مشان شو؟ قول لي مشان شو؟ مشان شو؟ لاني كنت مشغول بهذا عزمه مو بيت صاحبنا رفيقنا. بفهم من كلامك يعني ابو ساطور ببيروت. يا عيني عليك، يا فرحه بيروت فيك يا ابو ساطور. وبركه الكلام اللي عم تقول لي مو صحيح. شو قصدك؟ انا كذاب؟ لا قول لي اشوف اني كذاب. كذاب ونص. اما والله لا. اسمع حولك، إذا المعلومات اللي عطيتني إياها مالها صحيحة رح أرفعك فلق بنص حارة الطبع، وخلي الكبير والصغير يتفرج عليك ويعرفوا إنك كنت عم تكذب على الحكومة. هلا أنت بدك ترفعني فلق؟ لو شغلك أنت ما أفهم عمي لما تحكي. يا سيدي موافق ترفعني فلق، بس اللي عندك شرط. يعني هو مو شرط، هو طلب. فيك تقول تمني سيدي. بحكي لك سيدي، إذا تأكدتوا إنه المعلومات اللي قلت لكم إياها صحيحة تبع أبو ساطور، بوش إيدك ما تجيب سيرتي، إيش منه أنا ما بحب الشوشرة. تضرب أنت وقت طلب، اطمن ما راح يجيب سيرتك. بس مثل ما قلت لك، إذا طلعت معلوماتك كذب، يا ويلك مني، راح أرجيك نجوم الظهر. شو علي؟ بتمون أبو جودات، بتمون على الرقبة، والرقبة سلتادي، يا عيون. أبو جودات، بدي أسألك، هلا أنت قبل ما يكون عندك جودات، شو كانوا ينادوا لها؟ سد نياك. سد نياك. هاشي الأسامي حلو. يلي بده يتحدى هي. اسمعوا لك، إذا المعلومات اللي عطيتني إياها مالها صحيحة رح أرفعك فلق بنص حارة الطبع، وخلي الكبير والصغير يتفرج عليك ويعرفوا إنك كنت عم تكذب على الحكومة. هلا أنت بدك ترفعني فلق؟ لو شغلك أنت ما أفهم عمي لما تحكي. يا سيدي موافق ترفعني فلق، بس اللي عندك شرط. يعني هو مو شرط، هو طلب. فيك تقول تمني سيدي. بحكي لك سيدي، إذا تأكدتوا إنه المعلومات اللي قلت لكم إياها صحيحة تبع أبو ساطور، بوش إيدك ما تجيب سيرتي، إيش منه أنا ما بحب الشوشرة. تضرب أنت وقت طلب، اطمن ما راح يجيب سيرتك. بس مثل ما قلت لك، إذا طلعت معلوماتك كذب، يا ويلك مني، راح أرجيك نجوم الظهر. شو علي؟ بتمون أبو جودات، بتمون على الرقبة، والرقبة سلتادي، يا عيون. أبو جودات، بدي أسألك، هلا أنت قبل ما يكون عندك جودات، شو كانوا ينادوا لها؟ سد نياك. سد نياك. هاشي الأسامي حلو. زارتنا البركة عبدو. على راسي عمي أبو حاتم. شكرا عبدو. سلم إيديك أبو ديبو. شكرا لك أبو حاتم. سلم إيديك أبو ديبو. الله يسلموا. إيه من عدمها يا سلموا فرحة ولادك. أخي أنا
عن نفسي شو بيقول الشيخ عبد العليم أبو أخضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بقى اللي فهمت منكم إنه عبده رح يقوم بالشغل البايكي بالأمانة، مزبوط الحكي؟ مزبوط كلامك شيخي، بس مشان الحلال والحرام أنا إلي شروة فول وحمص صغيرة بالبايكي، وهلا جايتنا شروه كبيره حبوب فيها فول وحمص وعدس وجلبانه ودره بيضه، وبمعلومكم هالتجربه ممكن تربح وممكن تخسر، والدغري انا خايف انه يصير عتب علي اذا خسرت هالتجربه لا سمح الله. التجاره يا ابني ربح وخساره، واللي مأمنينك على شغل البايكه متاكدين من امانتك وحسن اخلاقك، ولا تجاره الا كالعمل الصالح، ولا شو يا رجال؟ ما في شك بهالحكي شيخي. انا باعتباري وكيل بنتي بقول لك عن نفسي اني انا موافق، والله يقدم اللي فيه الخير، لأنه مثل ما قال شيخنا الله يطولنا بعمره، تجارة لك ابني ربح وخسارة، واللي بيجيبه ربك منيح. وأنا هيك بقول، اشتغل عم يشتغل، وتصرف بالأمانة وكأنه إلك، صاحب النوايا الحسنة ما بيخسر بإذن الله. يا عيني عليكم يا أهل حارة الضبع، طول عمري بقول إنكم مثال للشرف والأمانة، وما ببين معدنكم الأصيل إلا عند الضرورة. وعبده هاد يا أبو قاسم تربيتك وبعمره ما اشتغل شغلة إلا بزمته وضميره. كتر خيرك شيخي، بس يعني عدم المؤاخذة أنا مشان نحط راسي عم خدتي مرتاح، يعني بس حابب أعرف إنه شو بيطلع لي من هالقصة. أنت بإذن الله بيطلع لك التلت، وصاحب رزق بيطلع له التلتين. تكلنا على الله، معناتها من يوم ورايح يا جماعة بتعتبروا البايكة أمانة برقبتي لبين ما يبان العقيد بإذن واحد أحد. عجلي. شو قلتي يا بي؟ أنا وكلت حالي عني وطمنته لعبك. معقولة هالحكي يا بي؟ يا أنا بسلمك حياتي وروحي تتصرف فيهم مثل ما بدك. بعدين يا بي أنت عملت كتير منيح إنه كان سلفي أبو قاسم هالاتفاق مع عبده. قلبي وربي يرضوا عليكي، شو إنك هنية أنت وأخواتك. الله يخلينا إياك يا بي، أنا قايمة ساعد أخواتي بالعشاء. الله يحن عليك يا حبيبي. يلا الله يعوض صبرك خير يا رب. قوم امي قوم. شلون الباشا تعشى؟ ليه تعشى وتدشى على الأربعة وعشرين. ما بدك تقوم لأبوك مساء الخير. تعال يا بي. تعال. بسم الله بسم الله. العشاء جاهز يا بي. لك بدي افهم شو قصته هاد؟ لوين عم يروح من صاص ليالي؟ حركاته الغريبة هي ما عم تخليني ارتاح منه. يا ربي دخيلك، انا شو كان بدي بهالجوازة؟ كنت قاعدة لحالي مسددة ومرتاح بالي، كانت باطلة ومحولة. لك ولي على قامتي. فارس مين؟ انا بدر. علين ابو بدر، عود فكرتك شي واحد لهنا الايمه. عود شلونك فايز؟ علين لما قلت لي شو مطلعك بهالليل من بيتك ولامانك خايف؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا فارس، حطيت راسي على المخده بدي نام، مدري شلون هيك قلبت هذيك القلبه طلعت بوشي فوزيه، فجاه تذكرت المرحوم ابي الله يرحمه، قام طار النوم من عيوني. قلت لحالي بساوي شاي وبيجي بيشربه معك. الله يرحمه يا ابوك، صب لنا شاي، والله اجت بوقتها ان شاء الله. لعيونك والله شايات على كيفك، اكرك عجب. بس ما قلت لي ولك ابو بدر شو خص مرتك بالمرحوم ابوك؟ ليش بتشبهه؟ شو بيعرفني وهيك صار. يلا بسيطة. طيبين بحظ هالشقة.
كيفك يا فارس؟ ليه مأمون بيك؟ اها بدل سهران معك شايف انا. اي والله يا مأمون بيك حطيت راسي على المخدة بالدينام، مدري شلون قلبت عليك القلبة طلعت فوزية بوشي، دغري سكرت المرحوم ابي الله يرحمه. الله يرحمه اللي خلف ما مات. والله مات يا مأمون بيك مات. يا الله يرحمه. تعيش متسامات كاسة شاي، انت حالي بيجي بيشربوا مع فارس بسلي، صب لك كاسة اكرك عجم على كيفك. لا صحة، شو بدي لك يا فارس؟ أنا طالع مشوار صغير برات الحارة وراجع، ديرولي باكون على الحارة. لا تأكل هم مأمون بيك، أنا قاعد معه لا تأكل هم. ماشي، هلا شو بدي لك؟ أيوة. بس ارجع بتحضر لي كاسة شاي عقيق، شو بدي إياها؟ عقيق. عيني عيني مأمون بيك. فارس شباب وين طالع مأمون بيك برات الحارة بنصاص الليالي؟ شو بيعرفني؟ ولا لكوك أنا بيوم على كبير. ألف مبروك جناب الكوميدان. أنا كنت كثير سعيد لما سمعت أنه حضرتك صرت بمكتب مفوضية الأمن العام. ميرسي ميرسي انفينيمون، vous êtes très gentil. Je vous en prie. شكرا. En réalité, أنا في الحقيقة لما كنت مسؤول عسكري بحارة الضباع ما كنت أعرف تفاصيل كثيرة عن طبيعة عملك هناك، وطبعاً هذا عائد لعدم التنسيق بيننا وبين الجهاز الأمني. ولا يهمك. أهلاً مأمون بيك. لازم تعرف أنه أنا محتاج إليك كثيراً، أنا بثق فيك ونحن بحاجة لنتعاون كثيراً، لذلك لازم أنت تحطني بصورة حارة الضبع بكل تفاصيلها. ابن عمي شبك فيك شي؟ ليش شعرت؟ ما في شي ما في شي، بس هيك حاسس حالي مخستك ومضابعة شوي. سلامة قلبك تقبر هضا. الله يسلمني. تفضل. يسلم ودي. ابن عمي شو رأيك احكي لك حكاية حلوة كتير كتير كتير؟ احكي هاتي نجمة. كان يا مكان بقديم الزمان، سالف العصر والأوان لحتى كان، كان في تاجر كبير كبير كتير من أكبر تجار الشام، وهالزلمة صار له متجوز أكتر من 7 سنين، واختي ما كان يجي لا ولد ولا تلد، وهالحرمة اللي عنده يا ابن عمي ضاجت ضاجت كتير وطق قلبه على ما تشوف صبي أو بنت. وبليلة من الليالي دعيت لربه وقالت يشهد علي ربي يشهد علي ربي إذا بيجيني صبي أو بنت ما رح أسميهم لحتى يكبروا وهنن يسموا حالهم لحالهم. أيوة. وبإذن الله وكرمه يا ابن عمي كانت أبواب السماء بهديك الليلة مفتوحة، وهالحرمة طلعت بنفس اليوم حبلي. يا لطيف. ايه ابن عمي. ومرق شهر وراح شهر واجا شهر، وهالمرة ولدت وجابت بنت بتاخد العين، بتقول للقمر قوم لأقعد محلك. يا سلام. ايه كملي كملي كملي. يعني سعادة الكومندان هي علاقتي مع الحارة بشيء من التفصيل. بخفي بخفي. بدي اياك تنتبه منيح وتستفيد للماكسيموم من زواجك من اي بنت العارة. اكيد. في تلغراف وصلنا بيقول انه في مساجين هربوا من سجن اغواد، واحتمال كتير يلجأوا لحارة الضبع لانهم عندهم سوابق، بقى هي من مسؤوليتك. خلاص رح نراقب الحارة بهدوء. هلو بليطنا النمخ، بتمر لعند المحاسب وبتاخذ مبلغ من المال مشان شراء البيوت مشان مصاريفك الخاصة. وهيك يا عرق عيني انكتب كتاب ست الحسن على الأمير، وعملوا له عرس مطنطن وعزموا عليه كل كبارية الشام، ودامت الأفراح وليالي الملاح 7 سنين، وتوتة توتة خلصت الحدودة. حلوة ولا فتفوتة؟ حلوة كتير أك، حلوة كتير يا بنت. منلك هالحكاية؟ عندي كتير ابن عمي قد ما بدك. يا ستي أنا هلأ رح بحكي لك حكاية أحلى منها كمان. طيب احكي لي.
صحتك أبرني يا ستي. كان في غول لسه كتير. يا ريان أحمر يا ريان بلدي يا خيار مزوق. أهلين عمي بشير. أهلين شوكات. صباحك حرمي. صباحك ندي بالصلاة على النبي. شلونك؟ الحمد لله مطمورين بنعمه لا رأيت أدنينا وما بدنا إلا السترة. يا رب السترة. شو شافك مبكر اليوم على غير العادة؟ اي والله مبارح لقيت بالليل على غير عادتي. قلت لحالي خليني فيه واسترزق لي بكام راس. يا رب يا شكرا. علي أبو حمزة حوّل. الله يديمك. صحيح سهر. الله وكيلك ومعنك علي يمين. أول ما فقت الصبح قلت لحالي يا بشير لازم تروح عند أبو شوكات وتبارك له على جوازة حماته. شو صهري؟ بلشنا مقلسة مع بكرة الصباح؟ لك الله يسامحك عم بتمقلس، بس أنا انبسطت لك لأنه أكيد بكون ارتاح راسك. أيوه، وشلون بدي ارتاح راسي؟ ما فهمت عليك. يعني ارتاح راسك من السق والنق والقيل والقال. آخ يا خوفي يا صهري، بكرة تجيني متقاتلة مع ابن عمّا، وحقلا يا أبو شوكت إذا بتنحل. لا أولي، إن شاء الله الله لا يقدم لك الخير. عاوزين خبز؟ لكان، بدي رطلين إلي ورطلين للست الوالدة. بتأمر، ما بتقول إلا صاروا. فوت صهري، فوت خلينا نشيل لك هالدقن. ليه بشوكه؟ شلونك حدوه؟ بشير يا عمي الحاتم. بشير اهلين اهلين. نهارك مبارك جاري. اهلين وسهلين بجار الرضا. اكيد اهلين. مرحبا بشوكات. نهارك عربي بالصلاة على النبي. مرحبا معلم حدوه. اهلين معلمي صباح الخير. شلونك؟ مديمك يا رب. السماور شاعي. جاهز معلم. الله يعطيك العافية. وينو بديبو؟ شحوا جوا على السماور مالي. ماشي. سلحب وراهن وزبط لي اياهن لوين رايحين على السريع. هوا معلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يسعد صباحك عمي ابو حاتم. شلونك ابو ديبو؟ داعي لك بخير عمي ابو حاتم، والله يديمك للمحبين. خلي لي اياك من بعد امرك. شي أرجيلة عجمية وكاسة شاي. يا على راسي من فوسي دراسي وأحلى أرجيلة وكاسة شاي لعمي أبو حاتي. بسم الله. هلا والله. حي الله. إيه والله. لعيونك هالرقبة شدادة والعين من دمع للغالي مدادة عالراس بالقلب بنحطه بنادي. عمي أبو حاتي. نمس. عيونه. اصبط حالك وفوز أحسن لك. هي قهوة. مزربة للسعديين. لا 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 شو بني ابو حاتم بدي اشبي عليك. خلصته من الاخير. شو بدك؟ يا اشرب كاس الشاي. مصاري مصاريك مردودة عليك. ابو ديبو حط له كاسة شاي برا وخليه يشربها على السريع. شو علي بتأمر امر عمي ابو حاتم؟ هو اصلا بين الابضايات والطيبين ما في عتاب. ابو ديبو الحالي بالشاي برا. هلا انت اطلع لبرا والشاي بيكون عندك تكة. يلا. أكبر من كل كبير دخيل اسمه. عمي أمر عمي أمر عي. هلا والله. حي الله. إيه والله. شريف شريف عمي شريف 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 شريف. شباك شباك. لك يأمرني هالصوت الحلول. أنا شريف عمي شريف. أهلا بدي يا شريف لألك. عجبك على أحلى كاش الشاي أكرك عجام على حسابي. كتر خيرك يا طيب. كتر خير الله. عمي أبو رعي سمعت إن غيرت رأيك والله هداك ونويت تبيع بيت أهلك. صحيح الحكي؟ صحيح الحكي. الله نعيما عمي أبو سعيد. الله ينام عليك. شرف صدام. لك من كم يوم شفت لك سهرك أبو ذراع بساروجة. شو هالحكي هذا بسعيد؟ مثل ما عمل لك شفته بعيني. وليش ما وقفته وحكيت معه؟ وقفته وحكيته وقلت له وينك ليش مختفي؟ قال لي تركني بهمي مشاغل الدنيا. شو عم يعمل بساروجة؟ الله العليم شفته فات على دكان الحش فاروق. شو بيشتغل هذا الحش فاروق؟ في حدا ما بيعرف الحش فاروق؟ دلال بيوت. دلال بيوت؟ بسعيد؟ برني. بدلني على دكانته لهذا الحش فاروق؟ على راسي امتى ما بده. الله معكم سيدنا مع السلامة. ابن عمي الله يخلي لي اياك ويديمك فوق راسي ويجبر بخاطرك يا حق الهي ربي علي مراتبك. حطي هون اشوف. حاضر.
عمي شو بدي اقول لك؟ قولي قولي يا فريالة قلبي. الله يخلي لي اياه ابن عمي. يعني هذا البيت بطير العقل، حلو كثير كثير، بس كبير علينا. شو رايك انه نروح نسكن ببيتي انا؟ البيت صغير وعلى قدنا، بعدين انا متعوده على العيشه فيه. الله يخليك. لا يا فريال، لا ما حبيت منك. يعني بدك الناس ياكلوا وشي ويجيبوا معدل بالعاطل؟ ما عاش اللي بده يجيب معدلك بالعاطل ابن عمي. لا يا ستي، راح يحكوا، راح يقولوا انه مأمون بيك راح سكن بيت حرمته اللي هو بيت جوز القديم. لا 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 لا، استنى وقف عندك هون ابن عمي. اولا البيت هذا بيتي انا، مو بيت المرحوم، لانه المرحوم يعني تعيش انت، عطاك عمره من زمان. بعدين ابن عمي هو كاتب البيت باسمي انا لانه ما اجا صبيان وخاف انه اولاد عمه يورثوه. وغير هيك وهذا الاهم، انه انا ابن عمي بحس انه بيتك بيتي وبيتي بيتك. ولا انت شايف غير هيك؟ هلا اذا كاتب لك البيت باسمك انا ما عندي مانع. يعني موافق انه نسكن ببيتي ابن عمي؟ ايه يلا. منيح اللي اجت منه مو مني، خليني قاعد براحتي بهذا البيت، لك احسن ما تتم فوق راسي عم تمز بابني. المدربين من وصلني يا وفيق. مساك كاسر مليسي ابو عناد. يلا جايك. شرف عليك. تسلم معلم. استاذ منك بشي ساعه اذا ما عندك مانع. لا ما عندي مانع ابو عناد، روح قضي مشوارك ورجع على الحاري. الله يخلينا اياك. تأمرنا بشي ثاني؟ سلامت روحها. لك يا ابو كرم هات ناره لهون الله يرضى عليك. السلام عليكم ابو كاسر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلم يا ولد. يا شباب تفضل يا مور، شو بتشرب؟ عنا قهوه، شاي، حلبه، لمناضه، تمر هندي، ارجيله. كاسه شاي بعيدك. ايه على عيني، على عيني وراسي. شنو ما بعرف، زبون طياري عم يطلع حكي بسيطه. حدو لهلا ما اجا، معناته الدورية عم تصول وتجول بالحارة. والله يا عقيد حكيت مع الحاج فاروق بس ما في نتيجة، زلمة تهرب، وخصوصي بعد ما دري بموضوع ابو درام على الدرك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، امشي يا ولد امشي. لوين عقيد؟ لعند ابو ساطور، بدي خليه يقر ويعترف غصب عنه لانه هذا ما بيجي غير بالعين الحمراء. بركة ابو ساطور ما بيعرف شيء عن ابو درام. لك شلون ما بيعرف شيء عنه؟ لك هو ابو درام دافين جسد سوا. شو هالحكي؟ ابو ساطور؟ مثل ما عم اقول لك. ساطور؟ لك عم ساطور؟ ما له بالبيت. طب ساطور مو بالبيت عبدي. قاعد عم تراقبنا من الهلوس؟ لا لا ما في داعي البوسع فيكم، علي الله براقب الجميع يا خا، بس اسمي اني كنت مالي هون بالصدفة سمعتكم شو. مرحبا ابو علاد. اهلين امس. اهلين احلى ابو علاد، هلا والله حي الله. اي والله شلونك شلون ابوك؟ على راسي. ان شاء الله بخير. الوالد توفى اعطاك عمره. شو هالحكي؟ الزحشري. اي والله صحيح الزحشري مات، الله يخلي لك الحجه الوالده بتعوضك على الاب والام ويطول لك العمر. شبك نسيت؟ الوالده كمان اعطتك عمره. كمان معروف معلش سبحان الدايم اخي اللي عنده اخ مثل معروف بيعوضه على الدنيا هالمصيبه اجى الواحد فات كل هذا بعيونك شوفي كمان معروف لك ايه كمان معروف مات الله يرحمه الله يلحق الحمل بدلو اللي هلا وينه ابو ساطور ابو ساطور ما سافر على بيروت ابو ساطور سافر على بيروت شو راح يعمل ببيروت والله يمكن بعده مامون بيك بشغل شغله بيناتهم والله شو بعرفني ها بفهم منك انه ابو ساطور صار الشغل تحت ايده لمامون بيك العمى
يا لطيف حولك اغسل العين حولك من عيني طلقت على الطاير وهي عم شغل مع مأمون بيك. ايش هو المأمون بيك؟ الله يخلي لنا اياه ويديمه فوق راسنا. يا زلمه هتقول هالزلمه عم يرقد وايديه ورجليه لخدمة اهل الحاره يا كاد مو مثل بعض العالم. ولك خلصت عليك لما ما خلصت عليك اه؟ اسمع لي لك لما بيجي ابو ساطور بتقول له ابو النار عاوز ضروري شو بتقول له؟ اول ما بيجي من الهيئه شو اسمه بده اياه؟ ولك اغسل العالم اوالك تنطفى اخبارك ايه؟ امشي ابو علاد امشي. الله معكم امان الله. سلم على اهل ابو علاد امان الله. الله معكم مع السلامه. الله معكم والدرب سلطاني. طب صحيح والله شو عم يعمل ابو ساطور وابو هلال ببيرو؟ يك 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 يخرب بيت انتو هاي كيف فاتتني؟ اكيد عم يطبخوا لهم شي طبخه. سامع لازم نعرف شو عم بيصير. لك انا النمس بدكم تخبوا على الناس يا من ما بتسووا فلس فشار. يا حي يا حي يا حي يا سكاكين يا حي يا يلا مشرب انا ها. هلا بربح قلبي وتلذذ لي الروح وتروح انا. يي مشان الله ابن عمي شو شفنا احلى هالبيت. يا ستي اذا كنتي مبسوطه انا ما عندي مانع، المهم تكوني انت مرتاحه. يعني هذاك البيت حلو بس يعني سداح ومداح وبيرمح فيه خيال، اي بضيع الواحد على قد ما في دخل يجوا زواريب. بينما هذا البيت تقبرني مضبضب على قدنا ومنمنم وصغير مثل عشال عصافي. شو بدي لك انا رح اوصل مشوار لبرات الحاره وارجع ما بطول. يلا بخاطرك. شو بتريدني اطبخ لك ابن عمي؟ شو ما طبختي رح يكون طيب واطيب من شهد العسل من بين اصابعك في رياله. الله يجبر بخاطرك. يلا بخاطرك. مع السلامه. يبليني بحمى على هالنسوة. شلون نسيت أعطيه مفتاح البيت؟ نعم سيدي. حاضر سيدي. عم نقوم بواجبنا سيدي. نعم سيدي وصلتنا برقية بمؤازرة العسكر وعرفنا أنه في مجرمين هربانين من الحبس. مين سيدي؟ حارة الضبع. يا سيدي هدول ناس مش كلجية ومشرانية ومن أهل السوابق بيقتلوا القتيل ما بتفرق معهم شي سيدي. شنو سيدي؟ حاضر سيدي. راح ابعت مين يراقبهم خطوه بخطوه وما راح اغفل عنهم ولا لحظه سيدي. حاضر سيدي. احترامي. برعايه الله سيدي. انا وراكم والزمن طويل يا حارة الطبع. اخي ابو ممدوح ما اختلفنا بس ما صار له كم يوم جاي عن حاره ما بيصير يقضي ويمضي من عائلاته. بس مأمون ابن أخوه الزعيم أبو صالح الله يرحمه. ولو كان بس يا أخي أبو ممدوح نحن ما بنعرف عنه شيء. طلع عليه شلون بيحكي مصمصة وبيمشي لي نقرزة لك حتى حلاسه مثل حلاسنا يا زلمي. أي والله هاي جبتها يا أبو حاتم حلاسه غير حلاسنا. مشان هيك أنا عم قلك ما بيحق له يقول وشور لكان هاي الحارة العادات وتقليدها وفيها كبارية وفيها عضوات ولا انا غلطان. قال شو انا كنت بفتكري انه اجاها مين يحكمها ويضبطها. داري عبس ما في فايده بنوب. يا ليش شو صاير امزكي؟ عم تقلي لي شو صاير؟ قلي لي شو اللي ماله صاير. لك والله شوقتيني. لك امزكي احكي. هالمقوصه في ريال طلعت حيه من تحت تبن وداهيه وليه على عيونها شلون قاتلوا لجوزها سكون عندي بالبيت وسجن عندها بالبيت. يا شو هالحكي اللي عم تحكي لك امزكي؟ أكيد أنت عم تمزحي. والله العظيم ما عم بمزح وأنا هلأ جاي أعزمك على مباركتي اللي عملتها عندها بالبيت. أما هي سمعة وشلون قبل مأمون بيك يسكن عند فريال؟ العمى الزلمة ما عنده كرامة. شايفة لك أم بشير شايفة؟ تعرفي أم زكي هيك شغلة بدها فنجان قهوة. لكان تقبريني. وينك كتري لسكة؟ حاكم راسي عم يفج علي بفج من هالفريال يعني عيونه. بقى هيك يا عم عصام كل نسوان الحارة عم يحكوا بهالسيرة. والله مالي شايفة فيها شي يا فوزية. يو بس لعمت عليك يا عم عصام هل ما فيها شي؟ بحياتي ما سمعت انه زلمة بيقبل يسكن ببيت مرته. يو هو ابن عمه
ورايبه وبيتها ما في حدا، انسكنت عنده وانسكن عنده، إيه ما فيها شيء. إيه لا ما بيصير، العرف عرف والاصول اصول. بعدين انا اللي ما عم بفهمه، هو مأمون بيك افندي يلي عامل لي حاله افندي، كيف بيقبل يسكن ببيت مرته؟ هي ما عم بفهمها بنوب. لك نسياني يا فوزية انه هو كان بالغربه، ما بيعرف بالاصول. طيب آمنا وصدقنا انه هو ما بيفهم بالاصول، فريال خانه ما بتفهم بالاصول يا بعدي. ايوه وانت الثانيه طول عمرها فريال ما بتعمل الا اللي براسها. اي والله بهي معك حق يا عم عصام، فريال ما بتعمل الا اللي براسها. يا مو ورده مبسوطه بالزلحفه يا مو؟ ايه يا مو حلوه كثير. ايه تقبريني ورده هلا بس تروحي خديها معكم على البيت. لا يو شو ناخذها معنا على البيت؟ لا تقبريني ما بدنا اياها بنوب بنوب، ما بدي زلحفه ببيتي تقطع الرزق هيك بيقولوا. لك حاجتك بقى فوزيه، ليكنا ما شاء الله حولنا. سعاد خانم بدك تروحي عن بركه فريال؟ والله عندي شغل كثير ما هقدر اروح، بس بوران اكيد رايحه. يا ميت اهلا وسهلا باب بدر. اهلين بعروستنا الحلوه، الله يرحم امك. تعيشي. شو خبيتي لنا شيء يا عروس؟ ما بعرف يمكن يوم المنى، يوم المنى لما بشوف ولد لمعتز. ما شاء الله بتقبلي ورده. تعي حبيبتي تعي، جبت لك كثير زبيب. القهوة يا أم. يسلموا إيديك يا أم. إيديك يا أم. تفضلي أختي. يسلموا أختي. تفضلي حميدي. لا أختي أنا ما بدي شكرا. ليش يا أم؟ شربي. أنت صرتي كبيرة ومجوزة، ما رح أعيط عليكي، طمني. لا يا أم، والله ما بقدر أدوق القهوة قدامك. يييي ربي يحميكي، إلهي شو مؤدبة. قومي يا أم مطيع، قومي اعملي لها كاسة شاي لقلك يا أختي. حاضر. إيه ونحن كمان بدنا نشرب يا أم. تكرم عيونك تقبري قلبي، واعملي لأخواتك كمان. طيب رح أعملكم، قوموا ساعدوني يلا. يلا روحوا مع أختكم روح. ما قلتي لي يا أم شلونه ابن عمك؟ الحمد لله يا أم، الحمد لله منيح. شو بكي أختي؟ باينتك مو على بعدك؟ لا أختي ما في شيء، بس اليوم بدنا ننتقل على بيت أهله لحمزة بالإمارية. إيه شو عليه لك بنتي؟ شو عليه؟ لكان بدك تقضي طول عمرك في هالأوضة الصغيرة؟ إيه والله حتى ما لمن مقامك. إيه أمي عم تحكي مزبوط حميدة، هنيك رح تتبحبحي ببيت سياح نياح، بعدين جوزك وحيد لأهله الله يخليكم لبعضكم، يعني ما عندهم غيره. بعرف لك أختي بعرف، بس والله ماني حابة أترك الحارة وأتغرب لبعيد. يو يبعث لك الهنا يا حميده. لك ايش حال اي مريا شلفت حشا؟ طمني اختي رح نجي نزوري. عن حق شريفه حتجوا تزوروني؟ لك لكان بدنا نقطع هيك. ان شاء الله الف مبروك، وبكره الصبح بدي خلي ابوك ينزل على السوق ويشتري لك هيك هديه محرزه. اضحكي بقى حميده، شو صاير لك اليوم؟ يا عليكي من وقت اللي فتي على البيت وانتي بوزمه مثل البومه. اكلي هم يا اختي، والله اكلي هم كثير. والله حيرتينا، هم شو بقى؟ حمزة عنده أربع أخوات بنات بالبيت وفوق منا أمهم، يعني أنا رايحة على خمس حموات. معقولة أنت لك أمي هاكلة هم أمه وأخواته حتى قبل ما تعاشري يوم؟ بجوز يطلعوا حنايل لك أمي وما في منهم. والله الجماعة مسموعياتهم كتير منيحة وكل الناس بتحلف بحياتهم، يعني ولا إن شاء الله فكرتي لي إنه أبوكي هيك حيلحشك بجوازي حيلا. اسمعيني منيح أختي، المهم بتكوني أنت وجوزك مثل السمنة على العسل، وبعدين شو ما صار بيناتكم ما حدا رح يقدر يخربها عليكم. الله يوفقكم يا بنات ويجعل حياتكم هنية يا حق. يلا أمي قوموا حضروا لي حالكم مشان بدنا نروح لبيت فريال. ليش أمي؟ بدنا نبارك لها. هلا أبو حاتم هيك قال؟ إيه نعم، وبيني وبينها كلامه في وجهة نظر. شلون يعني؟ ما فهمت عليه. يعني مأمون ما له شايف حدا قدامه عم يجول ويصول بالحارة على كيفه. شو عم تحكي أنت أبو ممدوح؟ شو نسيت انه مأمون ابن اخوه للزعيم ابو صالح الله يرحمه وانه منه فينا؟ نسيت قديش تعب بايديه ورجليه لفك حصار على الحاره؟ لا هي ما قبلتها لا منك ولا من ابو حاتم. طه مر عمي خلص صفيحه ابونا عسان، انا واصل مشوار وراجع. عن اذنك ابو ممدوح. اذنك معك ابو بشير. شو هب فيني مثل النار الشاعله، بس انا الحق علي شو بدي بهالقصص يلي بتوجع الراس؟ مثل ما عم بقول لك والله اهلين وسهلا، والله شرفتوني وانستوني. اهلين ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك انا وهالعيلتي ابريلي. وهي احلى زلغوطه لعيون فريال خانو. ان شاء الله والله شرفتوني يا صغيره. انا صبرتي بنتي فريال.
ريال خانو. ايه وليش الكذب؟ والله ابن عمي يسلم لي، يعني قدره مقدره وقبه وانطره، ويعني ان قعد بيبين وان قام بيزين بالمكفى انه هو ابن اخوه للزعيم ابو صالح. ايه والله، اصلا لو ما كان ابن عمك اللزام ما كان رضي يقعد معك بالبيت هون. يعني هو مو بس لانه ابن عمي اللزام، هو كتير كتير بيعزني. وعلى قولك اخدودك تفاحة وعيونك دباحة، ويسلم لي هالقوام مثل غصن البان. وعلى قولك تسلمي لي وتقبريني وفرياله وفرياله. ايه والله والله على قد ما بيناغشني بيحمر خدودي بصيروا مثل الدم. هالحكي شرحان يا طول. شو رأيكم نلعب لعبة الحزازير؟ هاي اللعبة كتير كتير حلوة قد ما بلكن وأكتر بلعبها أنا وأبو بدر بالبيت. وينكم لقلكم؟ خدوا هاي طاسة طاسة. لا 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 مزكي، خلينا نلعب لعبة مثل وتلبيقة. يوه شو هاللعبة بعمرنا مو سمعانين فيها؟ يو شريفة شو مو سمعانة فيها؟ أنا بقلكن وحدة من بيناتنا بتقول اسم والشاطرة منا بتركب له مثل بيلبق له. يا عيني عليكي، شو رأيكم يا صبايا موافقين؟ أنا والله عجبتني اللعبة. خلص بس على شرط بدون زعل. ها يوه الله لا يجيب زعل، نحن جايين لهون لننبسط اصلا. ايه مشان تنبسطي رح نبلش فيكي فوزيه. يلا لا تاخذ هالبانه الا من الحنك الاعوج. يعدمني ياكي يا بورا. هلا دور هدى. قال نعنع المي شوك الخصبي قسيه. لطفيه شبق اللي بقى بتمعس البق ابدنا بالمعلقه. حميت. اسمعي اسمعي ام حاتم، انا حبلة ومرضعة وعلى ايده اربعة وطالعة على الجبل لتجيب دواء للحبل. الله يحفظك يا مريم. امزكي. لا اوكم تغلطوا يا بنات، ها رقبتكم كلكم بايدي. بتدور عارة وعرعارة وسبعين بيت بالحارة، من بيت شقع لبيت رقع لبيت طيب الله فراحكم. فريال قال ما بيجي الحظ الا للقرعة وامناب ومشقشقت الكعاب. شهيرة قال لا يغرق طوله، تعال بيته شوفه فصوله، بابه كبير وبسميره صفر فجواته شي فيها صف العمر، انت ومقلبة وملاك بيته وصاخ. معي فريال انا فايتة لعندك وفرحانة فيكي. هلا تخليت عليك اجت العواده اجت العواده. قومي يلا لطفيه، روحي قومي. عمي بخاطر انا نويت ارجع على دكاني ذبي، بدي ارجع اشتغل بالحضاره. لا تزعل مني اماني، انا ما بدي غيب عن الحاره ولا تكي. بهي معك حق يا ابني، انا ما بقدر اجبرك على شيء ما بتقدر تعمله. انت معلم بكار النحاس وكل اللي بيحسب حسابك. الله يجبر بخاطرك عمي. أهلين العديد والله. أهلين عمي خاطر. لك ليش عزبت حالك؟ ولو أحلى كاسة شاي لأحلى عقيد. على راسي. يا ترى طيري يا حنان.
عبد لحم السعي رح تبارك لها فيها. يا ليش؟ معقولة لك بنتي؟ معقولة ما حدا منا يبارك للمخلوقة؟ تبارك لها حية بسباروس إن شاء الله. لك عينك تشوفيها يا مشلون قاعدة ومصبعة، لك مصدقة حالها إنها عروس بنت 14. شو بك بوران؟ ليش طالع خلقك؟ لك إيش بيعرفني ها؟ وين الأولاد؟ الأولاد بالمربع عم ياكلوا فواكه. منيح. هيدا فورت لك قلبك مظبوط، تعي احكي لي من الطقطقة لسلام عليكم. مرحبا يا أبو الحكام. مين أو جودان؟ يا ميت أهلين وسهلين. شو؟ وين معلمك أبو النار ما اللي شايفه؟ يبقى وصل على السوق يشتري شوية أغراض للبيت. واقف بعيد أنت يا أبني، حرك! شو يا أبو الحكام؟ لهلا ما صبيت الشاي؟ كثير صاير بخير أنت ومعلمك ها؟ لا سيدي، أنتوا بتحضروا وما بيحضروا واجبكم. الشاي جاهز. هات لنشوف، بسم الله. إلي يا أبو الحكام. مرني. ما شفت هالناح هالناح هذا اللي اسمه ابساطور؟ ابساطور؟ ابساطور له كام يوم مبين. ابو جودك عنا يا اهلين وسهلين. اهلين والله ما بتوب، والله ما بتوب. شرف شرف. مش هواجبك. الله يكبر واجبك. سالت عنك ابو الحكم وينه معلمك ابو النار؟ قال لي نزل على السوق. ايه والله كنت بالسوق. خير ان شاء الله. ابو جودك عم يسال على ابساطور. ابساطور؟ خير. ما يكون عامل شي عامله مثل عوايده. حكم هاد ما بيبطل مشاكل ابنه. شي ماله عامل؟ عامل وعامله وسخه كثير كثير. لو لهيك ما كنت جيتها. ابو جودات ايدي على راسك والنبي كباسك. مو جاي تسال عنه مشان شغله ابو دراع؟ لا تخلفني ابو النار وما فيني الا هذا التحقيق مستمر، بس يخص تحقيق يمكن الا قلي له. شو صحيح ابو ساطور راح على بيروت؟ شلون؟ ويلي الا شلون يعني مالك طاب خلط فيه خانو؟ عم اقول لك ابن عمي كنا بمباركه امي وما لحقنا نعمل شيء. ايوه وين ست الحسن؟ فاتت تسطح يا بعدي. قال شو حبلا متعبة. يا عيني يا عيني. ايه شوفي ليش صوتكم ملعلعة؟ اهلين ابن عمي. صح النوم. وين الطبخة يا ست الحسن؟ ليش دوتلت فيها؟ انتي ما طبختي؟ لا حبيبتي ما طبخت، ما لحقت. يو كنت تعملي لك اي شيء من قريبه؟ وما تعملي لك انتي شيء يا بعدي، انا هلا خلصت حمام الصغيرة. بعدين شو هدا خانم؟ مفكرة انك تتسطحي لك ثلاث شهور وانا اشتغل لك خدامة بهالبيت؟ بلا شو؟ خرسي. سامع ابن عمي؟ وانتي التانية خرسي. لك تضربي منك الى ينكو تكراركم ان شاء الله. لك انا شو باخذ منكم الا الخناق واللعي؟ لك شو هالحاله هي؟ شو هالحاله؟ احط لك مكدوسه وكم حبه زيتون تسند فيهم طولك بين ما اعمل لك صحن مجدره هيك على كيفه. اسند طولي وصحن مجدره نعمه. قل لك شغله انت وياها، انا ما عاد حط لقمه بتمي بهالبيت. لا تؤاخذونا. السلام عليكم. السلام عليكم. ابن عمي وين رايح؟ طول بالك شوي ابن عمي. الله يخليك. عجبك هيك؟ هاي الرجال طفش من كسلك ولا تبروتك؟ وانا شو دخلني؟ ما انا حبلة ما بقدر حوس واشتغل بالبيت، ولا بدك ياني اسرح مشان تفرحي وتنبسطي لطفي يا خانم؟ يوه هلواه هلواه، العين تطرقك ان شاء الله، شو ما حدا حبل غيرك وليه؟ يا لطيف شو انك غيورة ومكيودة يا لطفية، صفي نيتك صفيها مشان الله يكملها معك وترجعي تحبلي مرة تانية. يلي بده يتحدى، هاي الحارة من قدى، في مين بيحمي الدار بالحق؟ حط لك مكدوسة وكم حبة زيتون تسند فيهم طولك بين ما أعمل لك صحن مجدرة هيك على كيفة. اسند طولي وصحن مجدرة نعمة. قل لك شغلة أنت وياها، أنا ما عاد حط لقمة بتمي بهالبيت. لا تؤاخذونا. السلام عليكم. السلام عليكم. ابن عمي وين رايح؟ طول بالك شوي ابن عمي. الله يخليك. عجبك هيك؟ هاي الرجال طفش من كسلك ولا تبروتك؟ وانا شو دخلني؟ ما انا حبلة ما بقدر حوس واشتغل بالبيت، ولا بدك ياني اسرح مشان تفرحي وتنبسطي لطفي يا خانم؟ يوه هلواه هلواه، العين تطرقك ان شاء الله، شو ما حدا حبل غيرك وليه؟ يا لطيف شو انك غيورة ومكيودة يا لطفية، صفي نيتك صفيها مشان الله يكملها معك وترجعي تحبلي مرة تانية. يبعت لك داء النقرزان اللي ما تقومي منه؟ شو ليه هدى؟ طولان لسانك وصار بده قص؟ ولا شو جلدك عم بيحكك ما؟ هلا بدي اعرفك لطفية على اصولها. هلا بتشوفي. انا بعرفها للطفية. بدك تعنيني على لطفية؟ انت بس طولي لي بالك وتعي لي كلمة. يا تعيون بيك والله عيونك شي لا والله. ناويك مسافر ناويك مسافر وانا تطلع على قبري. مين بعيد ساعة قلبك يا عمي؟ الله يا عمك عمي الكوسة محشي بتطلع من بين ايديك بغير شكل هيك فلفلة فلفلة وهيك ابن عمي. لكن لكن عم تعلمي منها؟ معلوم ابن عمي عم بتعلم.
بس هي مرت عمي ما بتخليني فوت على المطبخ ولا مد ايدي على شيء. لاحة تقبريني لاحة، لاحة على المطابخ والطبخ والهم والغم. استني هلا كم يوم انت وجوزك يقبرني، انتو عرسان جدد. بعدين لك امي اكيد امها علمت الطبخ الله يرحمها على اصوله. امرت عمي، امي علمتني اطبخ رز الفول ومنزلت اسود ويالنجي ويبرق وشلباطه. يا عليك يا خيريه، والله طلعتي مالك قليله. انا رح شوفني نشوف يا منشوف. خيريه مين بده يجينا بهالوقت وقت الغداء؟ ايش عني جيتا؟ بس والله شوفي لك ما في شيء، ما في شيء. بس اخذ نفس. تغديتوا؟ شو احنا عم نتغدى؟ يخ عال منيح لحالتكم. باي انت علقاني عندهم منك ما هي؟ ايه والله علقاني، لكن في واحد بفوت على بيته ومتجوز سنتين ما بيلاقي غدا. ايه بسيطة اخي بسيطة، ما انا مستاهلة فوت غدا فوت. خلي طريقي رح موت اسبوع. يلا يلا هذا اخي ابو شوكة. شو الغدا؟ محاشي. يا عيني. يعني اجي علي الامان؟ تعي عليك الامان. عجبك؟ هاي ابن عمي لسه ما شرف لهلا. ايه ما تعطيها هم تقولي لي بيكون عند امه بيتغدى وبيجي. درتي؟ يا عيونا لضرتك. تعي نتفق انا وياكي على شغل البيت وخلاص بكفينا وجع راس. ايه؟ شو علي؟ نحن اللي منتفق. ماشي. يوم أنا بنظف ويوم أنتي بتنظفي، يوم أنا بطبخ ويوم أنتي بتطبخي، شو رأيك؟ إيه موافقة. بس أنتي بتعرفي يا درتي يا لطوف يا حبيبتي إني أنا حبلة والحركة عم تتعبني. ياي هذا عدل عيط النفس اللي كان شايفيني مع الصبح. إيه وأنا كمان عندي بنت صغيرة وما فيني أطبخ وأنفخ كل يوم. شي حلو والله هدا خانم. بدك يعني أشتغل خدامة إلك ولجوزي؟ جاية أمي جاية. ما بدها تشتغل خدامة قال، لكن أنا اللي بدي أشتغل. يا رب تبعت لي صبي يا رب مشان ابن عمي يعزني ويفضلني عليك يا حية التبن. آخ لك أخي آخ، هدول النسوان التنتين رح يجيبوا لي النقطة، رح يجيبوا لي الفالج. صرت نفهمهم 200 مرة، اتفقوا مع بعض على شغل البيت على النفخ والطبخ ما في فايدة، جناب مثل الطناب. مبارح بالليل إجي شبك لك معتز، أنت معي؟ ايه معك اخي معك، انا معك معك. شباك عقيد مالك مبسوط؟ حتى انت عم تقلي عقيد لك اخي مالي حابة ولا مالي حابة؟ معلوم عقيد وستين عقيد. ليش مالك مبسوط من اهل الحارة انه شايفينك سقرتي وقبضاي وحقاني؟ لا مبسوط لك اخي مبسوط، بس ما بعرف ليش قلبي ناقزني. في شي عم يصير بالحارة ماله مزبوط منه. شلون يعني؟ ما اشتلت انت لما مأمون نادالي عقيد كيف رجال الحارة طلعوا ببعضهم؟ طلعوا ببعضهم؟ ما اشتلقت. يعني قصدك انه عضوات الحارة ما انا مبسوطين منها؟ لك لا مو هذا قصدي لك اخي، مو هذا قصدي. لك شو قصدك؟ والله قرقتني. ان شاء الله ما تعدم القعدة، لساتكن هون يا مو؟ ايه والله يا مو، عاوزة شي؟ ايه تقبروني والله يا عاوزة. يعني لهلا ما عرفتوا لي شي عن خالكن ابو شهاب؟ لا والله يا مو ما سمعنا شي بنوب. يا الله وين راح الرجال؟ شو انشقت الأرض وبلعته؟ أنا من زمان عم قلكم انتبهوا منه، هذا زلمي مو أصلي. تقدر تقلي ليش أخذ بيت عمي أبو النار؟ وليش أخذ بيت الإيد عشري وحط أبو الهلال فيه؟ تقدر تقلي ليش أخذ دكانة أبو سمير الحمصاني وحط النمس فيها مشان يشتري له بيوت الحارة؟ هلا مأمون عم يشتري بيوت بالحارة؟ نعيما لو بيطلع بيده ليشتري بيوت الحارة كلياتها. أيوه وليش عم يعمل هالعملة؟ شو مقصده؟ أبصر شو في براسه. بعدين منين لوين لحتى ينصب معتز عقيد الحارة بدون ما ياخد رأينا وشورنا؟ لا يا أبو حاتم هي مالك حق فيها بنوب. معتز شاب قبضاي وقدع وما عليه العيبة. على عيني وراسي وأنا ما قد غير هيك، بس ما بيحق له هو ينصبه، نحن اللي مننصبه. أصلاً ما بيحق له يشتري بيت من بيوت الحارة قبل ما ياخد رأينا نحن. للجار حق الشفعة. كلامك مدوزن وما عليه غبار بحاتيم، بس بركدن ما بيعرف بالأصول. لا تنسى أنه كان مسافر برات البلد مدة طويلة يا سيدي، ولهلا كأنه برات البلد.
ليه شو تغير عليه؟ وشو تغير فيه؟ شوفوا مش بهنا شيء. الله 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 يا فريالو، ايش هو الدمعة يا بنت عمي؟ مطرح ما يسري يمري. شو بدي اقول لك ابن عمي، يا ريت اليوم تتاخر بالرجعه من الشغل لانه عندي تعزيله للبيت. ايه ما عليكي، اصلا ما راح ارجع قبل العصر، الشغل مكوم لفوق راسي. يا لطيف، قل لي لشوف، شو هذا الشغل اللي فوق راسك يا تاج راسي؟ والله عم فكر يا بنت عمي اشتري لي ارض بالمليحه. عمي ابو صالح عنده ارض سياحه نياحه بالمليحه، وهي بالاصل ارض جدي. شو انت ما عندك خبره؟ ايه اللي خبره، شلون ما لي خبره، بس زياده الخير خير. معناتها هلا باخذ واحد من اهل الحاره بيعرفها منيح بيطلطل عليها، لانه الرزق الداشر بيعلم الناس على السرقه. ايه معك حق ابن عمي، اصلا انت رجعت من اخر الدنيا مشان رزقك. ايه والله يا بنت عمي، يعني قلت لحالي رجع يا ولد بعد كل هالغربه، ارجع اقضي بقيه حياتك بين احبابك واصحابك، بعدين انا مليت من الغربه يا فريالو. العمر الطويل ان شاء الله ابن عمي. شو بدي اقول لك؟ امسكي هدول. شو هدول؟ مصاري. شو هدول كمان؟ بدي اياكي تشتري اواعي جديده وتلبسيهم، ما بدي اياكي تلبسي شيء قديم، وبتشتري نص دزينه مبارين بتعطي وحده للطفيه، وبتشتري قطعه ذهب لبنتها وقماز جديد لصهري عصام. زهرة؟ ايه صهري. شبكي فريالو، لطفيه مثل بنتي وبدي اياها معززه مكرمه وكبيره ببيت جوزها، فماني علي ولا لا؟ الله يجبر بخاطرك ويخلي لي اياك ويديمك فوق راسي يا حق. خلص ابن عمي، بس خلص تعزير رح انزل فورا على السوق. منو هاد؟ فوتي لجوا فوتي. عمرك يا ابن عمي. مين انت؟ لك ابن عمي. شو هاد؟ فرد؟ ايه فرد. شو اول مرة بتشوفي فرد؟ وانت وين كنت مخبيه؟ هون بالخزانة؟ ايه. انت شو دخلك؟ ابن عمي يعني كيف شو دخلني وانت حامل فرد؟ لا تدخلي بشي ما بيعنيكي، فهمتي يا بنت؟ الله يوفقك، بوس ايدك ابن عمي، والله انا مالي رايدة. خلصنا بقى شو هالحكي هاب، خلصنا. شي حلو والله، حسك عينك تدخلي تشلي مالك فيها. انتي حطي قطعة على راسك، مالك دم بيان حدا هلا من الباب. حطي الخيرية؟ وين راح ماتت؟ والله يا بنت عمي ما بعرف، أخذ الفرد من الخزانة وراح. وليه علاقة أنتِ أخذ الفرد؟ وين راح؟ وحياتك ما بعرف، بعدين أنا أول مرة بشوف الفرد بالخزانة. ولي عليك يا سعاد، ولي علاقتك، والله ما عاد أتحمل مصائب يا بنتي والله. ليش مرت عمي؟ معقولة سيبه شي معتز؟ أبعد الشر عن قلبه. أب حاتم هيك قال عني؟ إيه وقال يقطع عمرك واحد مثل الطاووس. هو هيك قال، الله وكيلك يا بيك. وقال شو؟ انه انت مقضيها طول عمرك برات هاد البلد، وانت يا هلا لساتك غريب عنا. ويمين كان هيك عم بيقول، سمعته باذني عم بيقول لابو بشير، سمعته باذني هي او لا بهي ليا، هو كان قاعد من هون وانا واقف هيك بهي الاذن سيدي، الله وكيلك. هاي انا بريت سمتي وحكيت لك اللي صار، مشان تعرف انه النمس قدها وقدود يكا. بري عليك نمس، وهلا روح اعمل مثل ما قلت لك. ايه ليش شو قلت لي؟ شو نسيت؟ قلت لك روح دور على حدا. انو حدا؟ ايه ابو صاحو. ايه شكرت شكرت، خلاص لعيونه. ايه قسما بالله لانكش لك يالو بيكون بسابع ارض، الا إيه خلي لك ناموس البلد كله يسنفر ويدور عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انو يخرب بيت انتو، كيف بقول لك يقطع عمرك واحد طاووس؟ ايه بدي كسر راسه. هيك لكان يا ابو حاتم، عم تعمل مؤامرات علي. ماشي روح الدور. يا رجال تفضلوا شرفوا. كيف الشلال؟ الله يسلمك يا رب. يا اخي يا ابو حاتم، ان بعض الظن اثم، والرجال ما شفنا منه شيء عاطل لحد هلا. ليش انا شو قلت؟ عم قول ان الرجال عم يصول ويجول بالحاره على كيفه. يعني انت شاكر فيه للزلمه؟ مو عن حديثنا شيخي، الرجال عم يتصرف من جونه، ما له سائل عن حدا، بصير الحكي. يا اخي الزلمه ممون حاله باعتبار هو ابن اخوه للزعيم ابو صالح رحمه الله عليه. وانت قلت يا شيخي ابو صالح الله يرحمه كان رجال معدل،
ما يبت بأمر بدون مشورة الرجال. والله يا أبو حاتم أنا شايفك إنك محملها زيادة. برد قلبك شوي تجاه الرجل الله يرضى عليك. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام ورحمة الله. شرف أبو قاسم شرف. أنا ما رح يفضى بالي قبل ما أعرف مين اللي قوص علي. خايف صهري؟ لا لا خاطر ما خسخاف. بس أنتوا لا تاكلوا همي، أنا عملت حسابي منيح وهذا لقدر العوينية. لك بريع عليك عقيد، بريع عليك. حاكم الواحد هالكم يوم ما لازم يطلع من بيته إلا إشكان السلاح على خصره. هذا هو الحكي. إيه يا أخي الله يرضى عليك، دير بالك منيح. لا تاكل همي يا عصام، لا تاكل همي. شو شباب؟ خسكرنا، بدكم تضلوا قاعدين هيك وراخين بدنكم؟ بدنا نروح على القهوة نسمع حكاية أم ممدوح. والله والله حكاية أم ممدوح. يلا همونا. لا ما نحكي. يلا لحقكم. يلا. ودام القتال والذبح يا سادة يا كرام حتى وصل الفرسان إلى القصر الذي فيه كسرى. حلو. فأيقن أنه واقع في الأسر لا محالة. وفكر في طريقة للهروب من القصر. وبينما هو في عجلة من أمره دخل عليه عمر العيار مع فرسانه حيث أوسقوه وأسروه. يا لطيف يا لطيف. وفي الصباح يا سادة الكرام استيقظ الأمير حمز البهلوان وهو مقيد بالأغلال وسيق به إلى دار الحكيم فأمر أن يوقف القتال وأن يعود الجنود إلى خيامهم كما كانوا قبل المعركة. يا سلام. وبينما هو جالس كذلك بين يدي الأمير دخل عمر العيار إلى مجلس الحكيم ومعه كسرى. ورأى الأمير حمز البهلوان مقيدا بالأغلال فأمر أن تفك قيوده. حلو حلو حلو. ثم تقدم وحياه تحية القائد المغوار. الله الله يا ممدوح رجال. وجلس قربه وقال له: ما تزال ملكا وسيدا في قومك ولا نريد لك إلا الخير والعافية. وبعد حين يا سادة يا كرام عفى الأمير حمزة البهلوان عن كسرى بعد أن طهرت البلاد من فساد الوزير الظالم، فطلب أن يعود إلى المدائن فأذن له وودع خير ودا. هاي شو العبرة؟ والله غمضة، أنا بس رح أدير أخلاقي. يلا ها خلص، ما باقي غير زر واحد. ها فتح، شو رأيك بطقمي الجديد مع الطربوش؟ إيه ما تبلى وما تخ ابن عمي، والله القالب غالي. أنا نبهت كل أهل الحارة إنهم ما ينادوا لي من اليوم ورايح غير أبو كامل. إجوا علي أبو كامل، اسم على مسمى، عاشت الأسامي تقبضني كامل ومكمل. ما بقى اللي يجينا كامل. اسمعي بنت عمي فريالو، شو رأيك تروحي على المطبخ تعمري لي الأرجيلة وتعملي لي كأسة شاي دبس؟ القريضة تقرض الأرجيلة، والله بتقطع النسل ابن عمي. اخ يا خالي اخ، عم قول الاخ والنار عم تطلع من تمي. خالي اذا بدك مرتك تلين عليك بحطب التين. لك يا خالي انا بقول لك حل لي مشكلتي مع نسواني، بتقول لي حطب وتين وبطاطا. خالي انت بتعرف ليش انا لهلا ما تجوزت؟ لا والله ما بعرف. عشان ما خلي مرة تحط راسها من راسي وتركب على ظهري وتطوطح برجليها، شنو انا رجال وكلمتي هي اللي بدها تمشي. يعني اذا بدي اقول هذا اللبن اسود بدها تقول لي امرك تاج راسي اللبن اسود مثل كحل الليل. شو يعني؟ يعني خالي خليك رجال ولك هيبه، روح اشتري خيزراني خليها تعلم على جلد نسوانك التنتين، اذا وحده منا بتطلع فيك تطليع او بيرفجف انها قدامها. انت وين رايح خالي؟ اه لك والله عم يتقلبي انت ونسوانك التنتين. تصبح على خير. وانت من اهله.
الله عليك يا خالي منير ما احلاك. خسراني والله جابه نحلو. يا حريشك على النكته. لك امانه الله يفوتوا يا شباب. ان شاء الله عامل خلصت بعد خاطرك. تصبح على خير. مع السلامه. اربس الباب منيح. بتعرف ابو العز اللي صغري نحن لازم نلعب له باعلاته لخاطر ونفهمه انه لازم يتجوز. ما بيجوز الزلمه قاعد هو وابوه لحالهم بهالبيت. بهي معك حصاري. ولك يسلم لي اللي خلقك شو انك اصلي ومعدل. بعرضي انا بكبر فيك لك صهري. ايه والله بكبر فيك. لك الله محييك عقيد، الله محييك. يسلم لي اللي خلقك. هيك يا أبو عصام تتركني وتروح. يا لطيف قديش اشتقت لك. ما حدا حاسس بالحرارة اللي بقلبي. شو بدي أعمل؟ لازم ضل قوية قدام الأولاد. يا رب يا رب تلطفي بأولادي يا رب. مشان احمي عرضي وبيتي وحارتي. وانتي بالذات بتعرفي انه حارتنا حارة قبضايات، والقبضايات مطلوب روسهم. فهمتي بقى ليش حملت الفرد؟ مثلا النور. يا ولدي يا حدو. اهلين مأمون بيك، تفضل. شلونه ابو مرزوق؟ اهلين وسهلين مأمون بيك حبيبي. يا هك يا رب. اهلين وسهلين. ابعت لك شوية فواكه على البيت. لك ابعت اللي بدك اياه. الله يخلي لي اياك. مسيك هدول. ايش هدول؟ لك خلاص اختار والله اختار. خذهم. الله يخلي لي اياك. شرفني وبارك. الله يخلي لي اياك، يطولنا بعمرك. الله يكثر من امثالك يا رب. يا ريان احمر يا ريان. يا ريان احمر يا ريان. ما بدك تكسر السفرة؟ لا لا بدي اكسر السفرة. اصلا انا بطلت اكل لقمة بهالبيت. يعني لساتك مزعوج مني ومن درتي هدى؟ شو رايك انتي؟ لك في رجال بالدنيا متجوز سنتين بيرجع على بيته ما بيلاقي لقمة اكل؟ لا والله يا ابن عمي. بس انت شايف يا ابن عمي الدنيا صارت الضحى ولساتها نايمة وما انا حاسة انه في وراها مسؤولية وبيت. لك لطفية فهمية بقى وكبري عقلك. هدى حبلة ولازم تراعيها شوي. نسيتي؟ نسيتي وقت كنتي حبلة شو كنا نراعيكي ونريحك؟ لك كاسة مي من المطبخ ما خليناكي تجيبي. يعني هلا كل الحق طلع علي وطلعت هي المسكينة الدرويشة والقط بياكل عشاها. هو هو علينا، الحكي معك ما له فايدة، دق المي وهي مي. إيه لا والله ما حزرت بنوب لا أنت ولا درتي. كان أنا لطفية بنت فريال خانم، بنت العز والرز، اخدم هيك وحدة شرشوحة. ما فشرت عينها. قديش الرطل عني؟
5 قروش. اوف، شو عم بيشتروا قية لحمة؟ لك شبكون، شو مالكم عايشين بالبلد؟ مالك شايف الغلاء؟ عشنا وشفنا والله، بكره العالم بدها تصير تاكل التراب، امشي ابني امشي. ان شاء الله عمرك ما تاكل. يلا على الدبس! دوم على الدبس! اطيب من عسل يا عسل! يا الدبس! تقول مسامح الله! يابا يا الدبس! السلام عليكم خالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زرافة الدبسان مثل العسل الله وكيلك. باي أنت أول مرة تجي لعنا على الحارة ما؟ إيه والله خالي، بركي بترزق وبيع هالدبسات عندكم بالحارة. الله الجبار، قديش السطل؟ 10 قروش خالي. أوف والله غالي، عشنا وشفنا والله. كرامة، بتكون الناس تأكلوا تراب؟ الله وكيلك خالي، عم بيعهم بأقل من حقهم، محتاج مصاري مشان حكم هالولد المريض عندي. إذا أخذتك لعند حكيم يحكم لك هالولد ببلاش، بتراعيني؟ شو هالحكي خالي؟ كتر الله خيرك، بعطيك ياهم بلاش. هات أشوف، هات للنور. خي بقول مش من اللي هقول ده. شو حدا بفوت عم تاني يا رب؟ مش موت في شام؟ لك بدني بعد طرقي. انا بعد طرقك. لك ايه؟ شو بدك مني؟ اهلين ابو رجل. صبر صبر. لك ما بدي اقعد، عندي شغل فوق راسي. هلا اجا اجا شغله فوق راسي؟ ما طول وقتك مقضيها بكش الدبة. لك اخي انا هيك عندي شوية شغل، اخو مراي شي عم حرتك بيت مرحوم ابي. الله يرحمه. مش هدي كل ما بشوف هذا الوش بتذكر هذاك الوش وبترحم. اخيرا سبحان الله. تعيش تعيش. هلا شو بدك مني؟ شو بدي منك؟ لك مو انت اللي بعت وراي، لك شو بدك احكي؟ انا بعت وراك. تذكرت بعت وراك مشان بيت اهلك اللي بدي اشتري كنت منه. وانا قلت لك ما بدي بيع. لك ما بدي بيع، شو انت ما بتفهم يعني؟ يا اخي محسوبك بيرد لك الخير بشرفي وسمتي وضميري، اني رايد لك شيء مو رايده احد ثاني. يا كان وحياتك اني رايد لك شغله كثير خاصه يا الهك. وحياتك وحياتك عندي، ان شاء الله تموت قدام عيني. هلا اذا كنت عم اكذب، ها شفت ما متت معناته ما عم اكذب. لك اخي ما بدي بيع، ما بدي بيع، افهمها بقى. المبلغ محرج. لك اخي انا مالي موافق، ان شاء الله بيكون المبلغ 500 ليره. يا سيدي وانت قلت 500 ليره، قسما بالله عم نطوق تمك، ما حخالفك يا ام مرعي ولو ما بضيع فيك. بعدين يا ام مرعي يا حبيبي معلش لا تاخذني، البيت ما بيستاهل. يا كان محسوبك فقت بيوت الحاره كلها بيت بيت، بس مش بيتك يا اخي. ما لقيت بخ البق والناموس بيطلع لي الصراصير، بخ الصراصير بيطلع لي الفيران عم ينغروا رقل. شو يا زلمه تقول وين عايشين نحن؟ بس واذا بدك تقول لي البيت مش مش بقول لك اسمح لي، ملطشه. يا كان البيت ملطشه يعني ثوب حريق بالصيف، كانك عايش بخط الفس. خط الفستيوا؟ شو هاد خط الفستيوا؟ يا كان هي اشبه بحاره بالدنيا يا الله وكيلك. بعدين يا ابو مرعي يا حبيبي جنبك الكتاتيب يعني شو واع واع والصياح ومشاكل الاولاد. يا كان لك اخي كرمال الله، كرمال النبي يا لمس، لك مشان الله. لك البيت ما بدي بيعه، بدي خليه لابني بس يكبر، بدي جوزه فيه. لك فهمت؟ لك مشان الله يا لمس قاطرك. الله معك، يخرب بيت سنتك لعيت لي قلبي، ما استفدنا بشي. العمى العمى لا بينحلب ولا بينجلب. شو وعد؟ مش حتبيعه؟ روح الهي الله لا يهنيك بهالبيت، يبعث لك حكه وقله اظافر وبطنك نفخه وقله تنفيس، وتفوت تفوت ناموسه بإذنك وناموسه بانفك وناموسه ب... شو بدك بني ادم؟ انا كان مره منبهك اي خناقه بتصير باي حاره ما بصير تفكها؟ سيدي ما كانت محرزة، كلها علقة صغيرة بين شوية ولاد بالحارة. ولك لا تتدعجن، مئة مرة قلت لك ما تتصرف من عندك، تطلع دورية من غير ما تخبرني، فهمان؟ حاضر سيدي. اسمع، بتروح لي على حارة النانع بتجيب لي هدول الولاد اللي عملوا الطوشة وبتجي. سيدي ما قلنا لك فكينا هون، والطوشة خلصت سيدي، بعدين بوسنا شوارب أهالي الولاد. سيدي أنا جاي لهون هلا مشان آخذ إذن منك، بدي أروح على البيت، جايني خطابين لبنتي فاطمة سيدي. فجأة تروح على بيتك، بتروح لي بالأول على حارة النانع، بتشحط لي هدول الأولاد اللي عملوا الطوشة وأهاليهم واللي كانوا واقفين بالخناقة، بتجيبهم لقدام مني هون، بدل تسبب يا بني آدم. حاضر سيدي، رح بشحط لك إياهم، أمرك. وينك؟ مر سيدي. دريت لي شيء أو عرفت لي شيء عن هذا الوطي أبطحون؟ لا سيدي، بس أنا عينت اثنين يراقبوا بيته ويرصدوا تحركاته، بس لحد هلا سيدي ما أجانا عنه خبر. قلع.
أمر سيدي احترامي. خمدناك يا أبو طاحون على ما أمسكك وتغدى فيك قبل ما تتعشى فيني. هالنمس قارقني يا أبو مدوح، لك صرت خاف منه وأحسب حساب إذا كنت مارق بالحارة ما يكمشني ويرجع يفاتحني بالموضوع. أنا موضوع أخي أبو مرعي. لك لو كبيوم لاحقني قال شو بده يشتري بيت أهلي. وأنا كمان عرض علي يشتري بيتي بس أنا ما وافقت. لك ذبقني على الروحة وعلى الجية، أعطيني بيت أهلك وادفع لك مصاري قد ما بدك، وأنا عم بقول لك أخي ما بدي بيع، فما بقى هو ما كان يفهم. أما شو الدنيا القصرية؟ تلا بتستعملي فوزية على شو مستعجل أنت؟ يا نمس يا معلم شوف على هون شوف على شو يا حي شوف يا حي بلا أدنين عامل لي دلال وعم تشتري بيوت نلاك المصاري ولا يا شمال صلي على النبي والسلام عليك والسلام لله راس مخرج راس وست بوزك مين مولك زنيفتك ولا مين دعمك ولا لك شوفي شوفي ولا نمس شوفي عم يا محاتي ما بعرف سألوا له الواطي إلو إلو شوفي لا شوفي احكي شوفي شو عرف لي شوفي خلي على النبي يا ابو حاتم نضرت حالك فيه خلنا بيحسبوا عليك زلمه الله بكيلك الله بيحسبوا علي بيحسبوا عليك زلمه بس ماشي رح بتركك هلا بس صاحي لك قال له اعطي لك قال له صاحي لك وقول له لمعلمك وسيد راسها مربط خيل مالك بحارة الضبع مالك وبيوتها مو للبيع مو للبيع شمال روح خلاص مش عندك ما بعد بيشتغل دلال خلاص بقى خلاص هات انت يا شباب يلا هونا بقى يلا شباب خلصونا بقى عم شو لنا يا حسيبه الا هدي مشان ما يمرض زل اعصابه ايه طول بالك نمس قل لي شوف شوف ليش عم تتخانق انت ابو حاتم يا اخي يا ابو مجو ايش قاعد من يومين قال شو بده يبيع بيته قال لي يا معلم من دمس بدي اياك تشتري هالبيت قلت له مالي بالصحه قال لي داخل الله عليك بدك تشتري قلت له يا اخي ما حاشتري ما حاشتري ما حاشتري قال لي لا بدك تشتري قسم العدنا بصير بعمل قصب لا ابدا ما بصير ما عجبك شو ماله حق ابو حاتم ابدا مو هيك ابو بدر بس مين بده يشتري بيت مين؟ شو بعرفني انت الثاني؟ استعجلي بالمسؤوليات هلا باكل خلاعه من فوزية اسمعوا يا جماعة لك مو معقولة ابو حاتم بربا بس ضربني بيك صار يشرح لي قدام اهل الحارة كلها يطلع فيي هيك يفجر لي عيونه ويكش على سنانه ويقول لي شوفوا لك انا واعي لك انت وهذا البيت اللي بعتك واللي صار عك بيناتنا انا واعي لك انا وكله سهل الحارة قول الله يجرر حسيت راح يخشب عليلي يا بيك شو هاد قال شو شوفوا لك بيت بالحارة هون ما قلكن وشغل الدلال البيوت اللي بدي لك من الحارة لا 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 يا ابو حاتم تاريخ مو سهل بنوب خلاص نميس خلاص هالمرة ازرع بدقني ايش بدي اقضي عمري زراعة بيك بيك داخل عليك بيك داخل عليك لاقي لي حل اسم انه هذا ابو حاتم واحد مسراني وخاف يغدر فيه غدار بين عليه بفجيرة عيونه انه غدار بيك لا خلص نمس عم قلك زراعة بدقني انا بلاقي لها حل مع ابو حاتم ليه شلون ولا نمس لا تكون قازي لك شي قزوه بالحاره ولا مبصبص على حريمي مره من قدام الدكان شو عم تحكي انت بيه انا بدي بصبص على حريم حارتنا قسما بالله اللي بهو ابن حريم بالحاره باكله بسناني قال بصبص على الحريم قال اعوذ بالله بيك مرحبا عقيد علي ابو تحسين شلون الشغل اليوم الحمد لله Yeah.
جماعة، سبق وعملت ثواب مع النمس، أجرت الدكان اللي اشتريته من أرملة أم سمير الحمصاني الله يرحمه، مو مشان شيء، مشان أكسب ثواب من رب العالمين مو من حدا تاني. بس إذا أخي وحبيبي أبو حاتم مو مرتاح له للنمس، ماشي هلأ بجيب النمس بعمل له كفين وبلعه برات الحارة وبحرم عليه يعتب بابا. شو هالحكي يا أبو كامل؟ أبو حاتم بأخلاقه العالي أكيد مو هيك قصده. طيب يشرف أخي أبو حاتم يشرح لرجال الحارة ليش تعرض له للنمس وضربه، وعهداً علي إذا بيكون النمس عامل شي عملة وسخ بالحارة إلا ارفعه فلقى قدام كل هالوجوه الطيبة. ماشي الكلام، النمس داير بالحارة وعم يشتري بيوتها بالقوة، وعم يقول إنك أنت واقف بظهره وداعمه، ممكن تفسرنا شو اللي عم يصير؟ أبداً ما ممكن يكون صار هذا الحكي، جيبوا لي واحد بالحارة باعيته بالقوة. هلا ليش كتر الزحوكة واللوفكة؟ النمس منلو المصاري، نلو المصاري لحتى عم يشتري بيوته مالكانات بالحارة. لك يا جماعة، يعني أنا الله رازقني وغامرني بنعمه سبحانه وتعالى وما بدي أقعد عطال بطال بالحارة، وشغلت البيوت والمالكانات وبيع الأراضي شغلتني ببلاد برا كانت، يعني عندي خبرة فيها، فقلت له لهذا النمس عود بهالدكان وصف لي مين بده يبيع أرضه بيته، يجي لعندي ويخبرني وأنا بشتريه منه بالحلال. جيبوا لي واحد اشتريت بيته بالقوة، اسألوا ابو النار، اسألوا ابو النار، عطيته حقه مثل ما طلب. ما يا جماعة بضميركم بوجدانكم بحبايب قلبكم، انا وين محقوق؟ شو محقوق انا؟ والله كلامك ندوزان يا مأمون بيك، من حقك تبيع وتشتري وتسترزق بالحلال. وعموما هاي بوسة من راسك يا ابو حاتم، وهلا هلا بيجي النمس بيبوس مداسك قدام كل هالوجوه الطيبين. اخي لا بدي اياه يبوس مداسي ولا يقارشني، نبه عليه لا يقرب طاري بنوب. يا جماعه الله يديم المحبه على اهل الحاره كلياتها طول العمر، والله يخلينا مأمون بيك يلي دائما قلبه علينا بالسراء والضراء. يا انا رقبتي للحاره واهل الحاره اخي يا بشير. بارك الله فيك يا ابو كامل. يا اهلين وسهلين بالعقيد. اهلين عم يا ابو كامل. ليس لكم معنا حق كاسة شاء الله. يهمك عصابة. شرف أمي شرف. شو بدي سألك عمي؟ مورم علي. يا عمي بدها اجتماع بالمطافي. يلا يا جماعة بخاطركم. شو سؤالك عمي؟ لا ما في شي عمي ما في شي. ميت أهلين وسهلين، رح ساوي لك كاسة شاي جبك يا. والله شغلة بتحير لك أبو شوكات. أبو حاتم معه حق وأبو كامل كمان معه حق، بس أنا هالنمس مو عاجبني بالحارة منه، وخاصة لما بيتلوى مثل المنقوص وبيقول لك هلا والله إيه والله إيه علي ما علي، إذا بيتعصور قدامي هالعصورة لا أخبزه كفي لا خليه يروح لا يمين ولا يسار. على سيرة المغص، أنت واصفنا شي دواء لأبي ياسين؟ إيه شو بو أخي؟ شو بو؟ يا ريت تروح تشق عليه بالمستشفى. شو هالحكي لك عصام؟ الزلمة رجل بالدنيا ورجل بالآخرة. صبت لي راسه. على مهلة. شو عم بيصير بهالحالة؟ لك شو عم بيصير؟ منين إجانا هذا مأمون؟ والله قلبي ما ارتاح له ولا نزل لي من زور ولا عظمته. ايه ماشي الايام الجايه بتورجيهم مين الصح ومين الغلط. هناك يا حاره شاي يا بي. الله يسلم دياتك يا يابي. وايديك حط لك عشا يا بي. لسه بكير على العشاء. خير يا بي؟ شوفي حاسستك مالك على بعضك من وقت اللي فت على البيت. يا شريفي
سلامة قلبك من القاه يا بي. قلي شو عم يجع؟ ما عم يجعني شي يا بي، بس عم قولي وصى بقلبي لو الله عز وجل طعمني صبي أول عمري كان هلا صار رجال ووقف معي طلع وفات، بس هي إرادة رب العالمين. صحيح الله خلقني بنت مو صبي، بس وحياتك يا أبي لما بتحقي الحقيقة أنا قد ميت زلمة بتقدر تعتمد علي قد ما بدك. الله يرضى عليك، قد القد وزود الزود شايلك العوزة. الله يخلينا إياك يا أبي. عن حق يا أبي، شو اللي جاز؟ والله ما في شيء يا أبي، بس هيك شوية مشاكل بالحارة تنحل تنحل. منين طلع لي هذا أبو حاتم؟ هاي ما كنت حاسب حسابها، عاشي بسيطة إلا بلاقي له دوبارة. ابن عمي شو ما بدك تنام؟ لا لا روحي انت نامي، انا لسه ما انعسل. يعني بدي افهم انت بتنعس انت؟ يا فريالو لا حين على النوم، بكره بننعس وبننام النوم الابدية. فقيت الشر عنك، سلامة قلبك تقبلني، ليش هيك عم تحكي؟ شو شايفك صح صحتي؟ لا انا نعسانه كثير، بس يعني ما اجى من قلبي اتركك سهران لحالك. اصيله اصيله يا بنت عمي والله. ابو كامي احكي لي عن عمي الله يرحمه. مين عمك؟ عمي ابوك، عمي كامل الله يرحمه. ايه ابي الله يرحمه. وشو ذكرك فيه بنص الليل؟ ما كنت بعرفه، وقت اللي كنت صغيرة كان أبي الله يرحمه يحكي لي كتير عنه، وخاصة نص عن لون شعراته. لون شعراته؟ إيه، ما كان لون شعراته أحمر؟ أحمر؟ يلي بده